نزلوا الجوانب اللي هي المال بوزيشن برزنتيشن نورمال دايناس الكلام ده كله يعتبر سهل جدا. تمام الكلام دي كلها بتتكلم سهل مش هتجيب بسرعه شويه. تمام احنا طبعا الموضوع اللي لسه بطيئه احنا بناخد اسمها فيها شويه غير كده الموضوع ان شاء الله سهل يا جماعه بسيطه. لما نتكلم على حاجه زي يا جماعه النط فيه تبدأ نبدا على الديجنوستيك بعدها الانسنس اي دايجنوستيك تمام. يعني ايه يا جماعه مالتي فيتر ديجنوستيك؟ لو انا كان عندي الدكاتره الكلينيك يقول لك لو عمليه الاوفيوليشن والفيرتلايزيشن كان الاوت كام بتاعها ان يطلع عند حضرتك اكتر من اوسايت، ادي اوسايت واحده ادي اوسايت الثانيه. وكل واحده منهم حصل لها فيرتلايزيشن. يبقى سيادتك عندك كام فيرتلايز اوضه وسط الالكترونيك كافيتي؟ اثنين. يبقى كل واحده من دول بتروح جايه من ايه يا دكتور؟ بلاسنتا بالعيل بتاعها. بلاسنتا بالعيل بتاعها. والديفينيشن بتاعنا ده عباره عن عمليه الاوت كام بتاع الاوفيوليشن والفيرتلايزيشن فيها اكتر من ايه ولادة اكتر من عيل. تمام؟ في بعض الاحيان تيجي ست حاملة في برنس واحده ثانيه حامل في ثلاثه حامل في اربعه حامل في خمسه. تمام؟ يقول لك ان الانسيدنس بتاع السبونتينيوس مالتي فيتال بريجنانسي بنحسبه ازاي؟ قال لك كان في واحده اسمها هيلين باسم ست مش راجل عملت فورم قالت لك ايه؟ ان الانسيدنس بتاع المالتي فيتال بريجنانسي بيساوي 1 على 80 اس ان ناقص 1. ايه ان ده يا جماعه؟ ده عدد الولاد. يعني النقطه اللي انا جيت قلت لك نسبه التوينز كام في الميه؟ خلي بالك معايا الفورمولا دي بتنطبق على مين يا ولاد؟ على سبونتينيوس بريجنس. يعني واحده منها من نفسها كده من عند ربنا جابت توأم، واحده ثانيه من عند ربنا جابت ثلاث عيال، واحده ثالثه جابت اربع عيال. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ من غير ما نديها ادويه تعمل لها عمليه ايه يا ولاد؟ اندكشن اوف اوبريشن. تمام؟ قال لك السبونتينيوس توينز 1 على 80 اس ان ناقص 1، ايه ان دوت يا ولاد؟ عدد الاطفال. يبقى نسبه التوينز كام يا ولاد؟ عدد الاطفال 2، 2 ناقص 1 1، يبقى التوينز حضرتك تبع هيلينز فورمولا 1 على 80. طب التربلت 1 على 80 اس 2. ما انت سيادتك التربلت 3 ناقص 1 يساوي 2. طب الانزن بتاع السبونتينيوس كوادربلت تمام؟ نزلت ان الست تكون حامل في اربع عيال منها من نفسها من غير اي ادويه من غير اي حاجه. قال لك 1 على 80 اس كام يا ولاد؟ اس 3. تمام؟ باكد عليك معلومه مهمه جدا ان القاعده دي بتنطبق على ايه يا ولاد؟ على سبونتينيوس بريجنس. ليه يا دكتور قلت لي الكلام دوت؟ دي معلومتين. الحاجه الاولى يا ولاد هو نسبه التوينز تبقى اعلى في مين؟ قال لك وجدنا ان في ناس اكتر من غيرهم كده بلاقي ان نسبه التوينز عندهم تبقى اعلى. طب ايه هم الناس دول؟ قال لك الريسك فاكتور عندنا رقم 1 الايج، رقم 2 الريس، رقم 3 الباريتي، رقم 4 اضعف. نقط نظريات دي مهمه جدا. وجدنا ان اكثر ستات بيكونوا حامل في التوائم الستات اللي سنهم كبير عند سن ال 37 ده البيك بتاعنا. ليه؟ هنفهم دلوقتي. وجدنا يا ولاد ان في جنسيات اكتر من غيرهم بيزيد عندهم التوينز. يعني يا دكتوره الناس النيجروز، وده بالمناسبه سؤال شكرا، يقول لك ايه هي الامراض المور كومن للنيجروز او الحاجات اللي في الاوستاتريك بتجين المور كومن للنيجروز؟ من ضمنهم يا ولاد التوينز. وجدنا ان الزنوج نسبه التويننج عندهم عاليه جدا، خصوصا الناس بتوع نيجيريا يا ولاد. يعني حضرتك يقول لك انت بتلاقي ان الانسدنس في نيجيريا 1 على 20. بين كل 20 واحده حامل فيهم واحده ايه يا ولاد؟ بتكون حامل في توينز. الباريتي تكون اكتر مع البنت المالتي بره. اذرز بوظت الفاميلي هيستوري. في عائلات كده معروفه ديت عائلات التوائم. يجي لك واحده دكتور انت بتعمل سونار دوت كويس. اصلا انا والدتي كانت حامل في توينز واختي حامل في توينز وخالتي حامل في توينز. معروف عنك عائله ان احنا عائله ايه يا ولاد؟ عائله التوائم. تمام؟ الحاجه الثانيه بيتيوتري جونادوتروبين سيوري. الكلام ده كله هتلاقيه في كتاب البكر يا ولاد. النظريه ديت هي اللي بتفسر لي كل حاجه يا دكتوره.
يعني النظريه دي هتفسر لي كتير كل الناس دول عندهم نسبه تنزع عاليه. بص يا دكتور، لو انت عندك البيتيوتري جلاند بالمنظر ده كده، كلنا عارفين يا اولاد ان الانتيريور لوب بتاع البيتيوتري جلاند بيطلع هرمونين. مين ومين يا جماعه؟ الاف اس اتش ها والال اتش. هناخد في الجيني باذن الله عز وجل ان الجونادوتروبين هرمون. مين هم الجونادوتروبين؟ الاف اس اتش والال اتش. بينزلوا يا دكتور على الاوفر، المفروض يطلعوا بنورمال ليفل، بالذات الاف اس اتش دوت ينزل على الاوفر عشان يعمل ايه يا دكتوره؟ ركزي كده في اسم الهرمون، فوليكولار ستيمولاتنج هرمون. ده الهرمون اللي بيستيمولات الجروث بتاع مين؟ الفوليكلز. بدل ما انت عندك فوليكل صغيره تكبر لحد ما تديكي 1 ماتيور جرافيان فوليكل، يكون الاوت كم النهائي بتاعك يا دكتور اوسايت واحده بس، فيرتلايزيشن عيل واحد بس. طيب دكتور، لو انا عندي الليفل بتاع الاف اس اتش دوت بدا يعلى جامد قوي زياده عن اللزوم، يبقى انا عندي اولاد الهرمون اللي بيستيميليت الجروث بتاع الفوليكل الليفل بتاعه عالي ولا لا؟ يبقى ساعتها هيكبر فوليكل واحده ولا اكتر من فوليكل؟ اكتر من فوليكل. فوارد جدا يا اولاد بدل ما الاقي فوليكل واحده بس هي اللي كبرت عندي، لا الاقي فوليكل، الاقي الثانيه، الاقي الثالثه، الاقي الرابعه. اشمعنى؟ الهرمون اللي بيكبره لما الليفل بتاعه بدا يعلى الريسبونس بتاعت الاوفر بدات تزيد، ام الاوت كوم النهائي بتاعي اوسايت الثانيه الثالثه الرابعه كل واحده من دول اسبير يجيب لك عيل يجيب لك عيل يجيب لك عيل. تمام؟ وجدنا ان في بعض العائلات كده دكتوره الطبيعي بتاعهم ان البيتيوتر جلاند بتاعتهم مطلع اف اس اتش بليفل عالي، اللي هم يجي يقول لك العائله ديت معروف ان هي التوائم. وجدنا اولاد ان بعض السلالات عندهم الاف اس اتش ليفل بيطلع بليفل عالي، ده يفسر لك ليه بيكون مور كومن النيجروس عندهم اف اس اتش عالي، يفسر لك ليه مور كومن في عائلات معينه طبيعه العائله ديت الاف اس اتش عندهم يا اولاد عالي، يفسر لك ليه بيكون مور كومن في الايدج بتاع 37. تمام؟ اشمعنى يا اولاد؟ معروف كل ما الست بدات تكبر اكتر واكتر واكتر كميه الفوليكل اللي موجوده في الاوفر ديت بدات تزيد ولا بدات تقل؟ البنت بتبدا سن البيبرت بتاعتها وهي عندها 13 سنه توصل لسن المنوبوز وهي عندها متوسط عمر 51 سنه، خلال الفتره ديت بدات حياتها من 300,000 الى 500,000 بريمورديال فوليكل، وبدا العدد يقل 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 تدريجيا لحد ما وصلت للمنوبوز ما عندهاش ولا فوليكل واحد. مش كده يا ولاد؟ اللي بيحصل ايه؟ الكرتونه البيض قاعده عماله تقل. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ الفوليكلز عند البنت دي قاعده عماله ايه يا ولاد؟ قاعده عماله تقل عندها. طب دكتور، لما نبدا نزيد 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 في السن لحد ما نوصل يا ولاد على سبيل المثال سن الثلاثينات وليكن سن ال 37 سنه، انا متوقع ان عدد الفوليكل يا دكتوره بيزيد ولا بيقل؟ ها؟ بيبدا طبعا يقل شويه. يوم البيتوتري جلاند مصطفى بص قدامك، يوم البيتوتري جلاند محمد شكلك مدها على مصطفى والله. تمام؟ المهم محمد بص قدامك يا مصطفى، يوم البيتوتري جلاند يا ولاد لما عدد الفوليكل دوت يبدا يقل علشان الاوفر يعرف يستجيب، هتضطر البيتوتري جلاند تطلع اف اس اتش بليفل اعلى ولا ليفل اقل؟ ها ليفل اعلى. تمام؟ ما انت لما عدد الفوليكل فيكي بدا يقل وانا عايز الاوفر يديني نفس الريسبونس، يبقى لازم الاف اس اتش الهرمون اللي انا بطلعه يا ولاد يطلع بتركيزات ايه يا دكتوره؟ اعلى شويه. في بعض الاحيان بعض الستات لما الاف اس اتش يزيد عندهم تحصل ريسبونس عاليه، بدل ما فوليكل واحده تكبر اكتر من فوليكل، ان يديك المنظر ده. فهمنا ليه يا ولاد؟ لما السن بتاع البنت ديت تبدا يزيد ممكن البنت ديت تبقى عرضه اكتر من غيرها للمالتي فيتال بريجنسي، لان كل ما بتزيد في السن اكتر واكتر الريسبونس بتاعت الاوفر بتقل، ده المفروض في معظم الستات. يوم البيتيوتري جلاند يا دكتوره علشان تضمن ريسبونس محترم هتعلي مين؟ الاف اس اتش. معظم الستات عادي اصلا كده كده الريسبونس بتاع الاوفر تعبان، فبيزيد الاف اس اتش عشان الاوفر يستجيب. بعض الستات عندهم سنسيتيفيتي عاليه، الاف اس اتش ده بالذات يا اولاد تروح جايه مطلع لي ثلاثه واربعه فوليكل. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ وده بيفسر لنا حاجه مهمه جدا يا جماعه. ايه هي الحاجات ديت؟ بص يا دكتور، وجدنا ان بعض السيدات هرمونال ثيوريال اللي بياخدوا كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز هدول مدة سنة اثنين ثلاثة أربعة يجي يبطلوا غصب عن الحمل من هنا يا جماعة، هوب مرة واحدة حمل في التونس. ليه؟ بص يا دكتور، أنت كومباين أورال كونتراسبتيف فيلز، معنى كلمة كومباين أورال كونتراسبتيف فيلز إن الهرمونات اللي أنا بديتها للبنت دي في الأقراص فيها مين ومين؟ استروجين وفيها مين تاني يا ولاد؟ بروجسترون. هناخد في الجاين يا دكاترة إن الاستروجين ده بيعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على الاف اس اتش، والبروجسترون بيعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على الاتش. ما يهمنيش الكلام ده في حاجه خالص دلوقتي، هناخده في الجاين بالتفصيل المهم. انما يا دكتور انا عايزك تعرفي حاجه، طول ما انا عمال ادي البنت دي اقراص مانع الحمل
هل بتيوتري جلاند شغاله يا اولاد ولا كارسين على نفسها؟ كارسين على نفسها تمام. الاستروجين يا اف اس اتش مش هتطلع طول ما انا موجود، ما انتش طالع. البروجسترون يا ال اتش مش هتطلع طول ما انا موجود، ما انتش طالع. وتفضل البنت ماشيه على المصان ده لمده سنه 2 3 4 5 تيجي تبطل لراس مره واحده. بتحصل في بعض الاحيان حاجه اسمها ريباوند فينومينا. الاف اس اتش اللي فضل مجبوس على نفسه السنين ده يا اولاد مره واحده يطلع بليفل عالي. لما يطلع بليفل عالي هتلاقي ايه الاوفر بدا يستجيب. يعني يا دكتور الريسك فاكتور، انا عندي كلمه السر ان الاف اس اتش ليفل بتاعه بدا ايه يا اولاد؟ يعني ليه مور كومن ان ايجروس البنات دول اكتر من غيرهم عندهم اف اس اتش عالي؟ ليه في السن دوت اف اس اتش عالي؟ فهمنا ليه؟ تمام؟ اشمعنى العيله ديت دول عن غيرها الاف اس اتش عالي؟ فاهمين الكلام ماشي ازاي يا اولاد؟ طيب وجدنا ان الانسيدنس بتاع المالتي فيتال بريجننسي بدا يزيد اليومين دول. يبقى انا عايز سيادتك في الانسيدنس تطلع لي بثلاث عناوين. العنوان الاولاني يا اولاد في الانسيدنس هيلنز فورمولا. العنوان الثاني الريسك موجود في مين؟ مين الناس اللي عندهم سنسيتيفيتي اعلى ان يجي لهم مالتي فيتال بريجننسي؟ اخر حاجه يا دكتور يقول لك وجدنا ان الانسيدنس بدا يزيد جامد جدا اليومين دول. ليه يا اولاد؟ قال لك لسببين. السبب الاولاني يا جماعه ان الاندكشن اوف اوفيوليشن بدا يزيد. السبب الثاني الاسيستد ريبرودكتيف تكنيكس بدات تزيد. ايه الكلام دوت؟ تيجي واحده يا جماعه، تيجي واحده متجوزها بقى شهرين ثلاثه ومستعجله على الطفل. دكتور انا متجوزها بقى شهرين ثلاثه ولسه ما حملتش. عادي يا بنتي، استني لمده سنه بحال على بال ما نبدا نتفاهم. لا جوزي مسافر، لا اهل جوزي قرفني، لا انا عايز احمل. بص اتصرف. فبتيجي الست ديت تقول لها ايه؟ انا هضطر اديكي ادويه من بره. اندكشن اوف اوفيوليشن. الادويه دي بتعمل ايه؟ المفروض ان البيتيوتري جلاند الطبيعيه بتطلع اف اس اتش وال اتش. طب سيادتك مش صبره. هضطر انا اديكي ادويه من بره، قد تكون اقراص، قد تكون حقن، وهنفهم الميكانيزم بتاعتها في الجوين. الاقراص او الحقن ديت كلهم بيلعبوا في سكه واحده يا اولاد، انهم يزودوا مين؟ اف اس اتش. سيادتك رحت جاي ماسك البنت ديت مديلها ايه؟ اقراص بكميات عاليه. اديتها حقن بكميات عاليه. قامت النتيجه النهائيه ان الليفل بتاع الاف اس اتش بدا يحصل له ايه؟ بدا يعلى جامد جدا. سيادتك لفيت ورجعت للنظريه دي. يا جماعه لما الاف اس اتش يبدا يعلى جامد قوي، بدل ما الاوفر يطلع فوليكل واحده بس ويستجيب، هيطلع اكتر من فوليكل، باكتر من اوسايت، باكتر من عين، صح؟ طب ده اندكشن اوف اوفيليشن. دكتوره ايه قصه الاسيستد ريبرودكتيف تكنيكس؟ يجي لك واحده ثانيه يا دكتور بقى لها 10 15 سنه متجوزه ولسه ما حملتش، ولو سمحت انا عايز اعمل حقن مجهري. لا طب بص يا بنتي، انا في الحقن المجهري هشتغل معاك ازاي؟ لو انا عندي الفينيل جينيت اتراكت للمنظر ده كده، انا هعمل لك حاجه اسمها سوبر اوفيوليشن، والكلام ده هناخده بالتفصيل الممل في الجاي في الانفرتيلتي باذن الله. سوبر اوفيوليشن هعمل ايه يا دكتور؟ انا همسك سيادتك واديك حقن اف اس اتش بليفل عالي جدا، تركيزات عاليه جدا. تسمع واحده تيجي تقول لك ده انا رحت المركز الفلاني اداني 20 حقنه، رحت المركز الفلاني اداني 30 حقنه، المركز الفلاني اداني 50 حقنه. بندي البنات دول حقن اف اس اتش بعنف. ليه؟ انا مش عايز اعمل لها اوفيوليشن يا ولاد. انا مش عايز اعمل لها اوفيوليشن. امال عايز اعمل ايه؟ سوبر اوفيوليشن. انا التارجت الاساسي بتاعي يا دكتوره ان انا لو كان عندي الاوفر بالمنظر ده بدل ما اطلع فوليكل واحده، لا تطلع فوليكل واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه وتسعه. عايز اطلع فوليكل كتير. وبعدين يا دكتوره الفوليكلز الكتير قوي ديت جايدد باي الترا ساوند بالسونار يا اولاد، بدخل اروح جاي ساحبهم. ما هو المفروض كل فوليكل جواها الاوسايد بتاعتها يا اولاد، صح؟ مش كل ماتيور جير كان فوليكل جواها الاوسايد. انا بدخل عشان اسحب الاوسايد. يبقى انا عندي اوسايد الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه على قد ما ربنا يقدرك. تمام؟ يبقى انا كده يا اولاد البنت ديت عملت لها سوبر اوفيوليشن عشان مش عايز اطلع اوسايد، انا عايز اطلع اكتر من اوسايد. بعد كده دكتور انا جبت سبيرم، وحقن السبيرم غصبا عن عيني جوه الاوسايد. حاجه بنسميها انترا سيتوبلازميك سبيرم انجكشن اكزي. تمام؟ انت سيادتك جبت السبيرم زرعتيه غصبا عن عينه جوه الاوسايد. يعني انا كده عملت فيرتلايزيشن ولا لا يا اولاد؟ عارفين نسبه نجاح الفيرتلايزيشن اللي انا بعمله خارج جسم البنت كام في الميه؟ ابروتش ال 100%. طب استنى بقى يا بنتي، انا سمعنا ان في فلانه راحت تعمل حقن مجاري وفشل، مش سمعت الكلام ده كتير جدا يا اولاد؟ طب هو الخطوه الثانيه بعد ما انا عملت الفيرتلايزيشن يا اولاد المفروض هبدا اعمل ايه؟ يقول لك احنا عايزين نروح نعمل زرع اجنه. هقول للبنت ديت انا جبت تسع ايه؟ تسع اوصايد وزرعت لك التسع وحظك طلع حلو والتسع طلعوا كويسين يا دكتوره، تمام؟ طب انت ناوي تعمل ايه؟ انا هزرع لك المره دي اربعه يا بنتي. ادي واحده الثانيه الثالثه الرابعه.
خلي بالك معايا، انا بزرع مش بروح جه احط جوه الايه الاندومتريال ميولات، انا بحطها في اليوتراين كافيتي، وانت ونصيبك ممكن يحصل امبلانتيشن وممكن ما يحصلش اي امبلانتيشن. يعني سيادتكم يا جماعه في بعض الاحيان ممكن الاقي الاربعه دول نقط وراحوا جايين مزروعين، يبقى مين ده يتحمل كام عيل؟ اربعه. في بعض الاحيان ولا واحد فيهم ايه يتزرع، صح؟ بقول لها يا بنتي خلاص فشلت عمليه الزرع ديت، انت ليكي عندي اجنه مجمده تعالى ازرع لك ثاني. هتزرع واحده بس يا دكتور؟ لا، انا اروح جاي ازرع لك ثلاثه اربعه. اشمعنى؟ لان انا مش ضامن، ممكن واحده بس من الثلاثه يا دكتوره هما اللي يقبلوا، وممكن اثنين يقبلوا، وممكن الثلاثه، وممكن ولا واحده. فاهمين انتوا الكلام ماشي ازاي؟ علشان كده يا جماعه احنا في عمليات الاسيستد ريبرودكتيف تكنيكس لما باجي ازرع اجنه، بزرع اجنه واحد ولا اكتر؟ اكتر. طب يا ترى الاجنه اللي انا زرعتهم دول كلهم يا دكتوره هيلقطوا؟ الله اعلم، حاجه في علم الغيب. ممكن واحده بس هي اللي تتزرع يا دكتوره، والباقي ما يقبلش يروح جاي نازل. ممكن الاثنين يدخلوا والباقي ما ينزلش، ممكن الاربعه يدخلوا. فاهمين انتوا الكلام ماشي ازاي يا ولاد؟ طب افرض الاربعه دخلوا، يبقى البنت دي هتحمل في مالتي فيتال بريجنانسي ولا لا؟ علشان كده يا ولاد الريسك او الانسيدنس بتاع المالتي فيتال بريجنانسي بدا يزيد جامد جدا اليومين دول. ليه يا دكتور بدا يزيد جامد جدا اليومين دول؟ انا في عندي مجموعه كده من البشر، عندي مجموعه من البشر الريسك بتاع المالتي فيتال بريجنانسي عندهم عالي. اتفقنا هم مين يا ولاد؟ صح؟ الناس النيجروز وبعض العائلات والبنات اللي كانوا بياخدوا راس مال الحمل لفتره وهكذا. وفي عند اليومين دول بقى البوبيوليشن بوجه عام بدا يزيد عندهم الريسك بتاع المالتي فيتال بريجنانسي. عدنا كتير جدا بنسمع توائم اليومين دول. ليه؟ علشان الاندكشن اوف اوفيليشن اللي عدنا بنستخدمها عمال على بطال، وعلشان حالات الاسيستد برودكتيف يا ولاد تكنيك. طيب بعد ما خلصنا الانسلنس هنتكلم مع بعض على التايبس. قلت لي على التايبس هام جدا نظري لو سمحت. تايبس المالتي فيتال بريجنانسي في سؤالين نظري يا ولاد، ده السؤال الاول. ايه هي الانواع يا جماعه بتاعت التوينز اللي احنا ممكن نشوفها؟ في عندنا نوعين. النوع الاولاني يا جماعه نوع بنسميه باي نوبلر توينز، والنوع الثاني يونوبلر. انا هبدا باي نوبلر دوت. النوع الثاني يا جماعه يونوبلر توينز، دي الحته الوحيده اللي محتاجه فيها معانا سنه ثاني من النهارده. مش في ايه؟ لا مش في العيله. لا بص يا ولاد زمايلنا بتسال، لو انا جت لي واحده بالاسيستد ريبرودكتيف تكنولوجي عملت لها اندكشن اوف اوبيليشن او ايزا او ايا كان، هل بقيت عيلتها بيجي لها توينز؟ لا، ده انت حصل لك التوينز عشان الدواء اللي انا اديته لك. فاهم الكلام ماشي ازاي؟ بصوا يا جماعه لما نيجي نركز كده في الاسم باي نوبلر توينز، لو انا عندي يا جماعه الفينيل جيتال تراك بالمنظر ده كده، وادي يا ولاد اوفري عندي بالشكل ده كده، وادي الاوفر الثاني. معنى كلمة باي نوبلر أنا عندي كام أوسايت؟ اتنين، تمام؟ سيادتك يا دكتور يقول لك الأوفر ده طلع أوسايت، الأوفر التاني طلع أوسايت، ممكن الأوفر الواحد يطلع اتنين، وممكن كل واحد يطلع أوسايت، مش فارقة بالنسبة لي، المهم إن أنا عندي في النهاية يا جماعة كام أوسايت؟ اتنين، بغض النظر هل ده طلع واحدة وده طلع واحدة؟ ولا واحد كان مريح والتاني هو اللي طلع الاتنين؟ أنا ما يهمنيش الكلام ده خالص يا جماعة. وحصل بعد كده يا شباب ان كل واحده من دول حصل لها فيرتلايزيشن. السؤال كام زايجوت يا جماعه هيوصل للبراين كابيتال؟ اثنين. يبقى كل واحده من دول هتعمل بلاسنتا مستقله بذاتها، بقى منيوتيك كافيتي بعين. كل واحده من دول بلاسنتا مستقله بذاتها، بقى منيوتيك كافيتي بايه يا اولاد؟ بعين. قمنا سميناها ايه يا جماعه؟ داي كريونيك. داي يعني ايه؟ اثنين. كريونيك يعني ايه يا ولاد؟ بلاسنتا. داي امنيوتيك. يبقى انا عندي اثنين بلاسنتا وعندي اثنين امنيوتيك سيل، وكل عيل له قطه مستقله بذاته يا ولاد، كل عيل له البلاسنتا بتاعته الامنيوتيك كابيتال بتاعه، صح يا شباب؟ طيب يبقى ده النوع الباينوفلر يا شباب. طب ما تيجي كده نشوف مع بعض النوع الينوفلر، وده محتاج منا سنه فكر. ركز معايا كده يا دكتور. لو انا كان عندي الفيميل جينيتال تراك بالمنظر ده كده يا ولاد، وادي يا جماعه الاوفسايد الاوفر بالمنظر ده، بص يا دكتور انت طالع عندك اوفسايد واحده فقط لا غير، فالموضوع اسمه ايه يا جماعه؟ يونوبولر. معنى كلمه يوني يعني انا عندي كام اوفسايد يا ولاد؟ واحده. وان اوفسايد حصل لها فيلترايزيشن باي وان سبير. اللي حصل بعد كده يا ولاد فولة واتشقت نصين، فولة واتقسمت نصين.
يقول لك الاوسايت ديت راحت جايه عامله سيبريشن وراحت جايه من ديك ايه زايد بالمنظر ده وزايد بالمنظر ده الاثنين زي بعض. تعال نفهم الكلام بيتم ازاي. انا هتكلم الاول يا اولاد على النورمال بريجننس على الحمل الطبيعي عشان نكون فاهمين ومش تايهين من بعض. لو انا كان عندي اوسايت واحده فيها 23 كروموسوم وجالها سبرم واحد 23 كروموسوم المفروض بيحصل فيرتلايزيشن يديك زايد كام كروموسوم؟ 46. طيب بعد كده بيحصل حاجه اسمها مايتوتيك ديفيجن. يعني ايه؟ يعني سيادتك الخليه الواحده ديت هتبقى خليتين لازقين في بعض. الخليتين هيبقوا اربع خلايا لازقين في بعض. الاربع خلايا هيبقوا ايه يا اولاد؟ ثمان خلايا لازقين في بعض وهكذا لحد ما نوصل لمنظر كنا بنسميه مع بعض اللي هي يا اولاد المريول، مش كده يا جماعه؟ بس خلي بالك سيادتك معايا يا دكتور، كل الخلايا اللي كانت بتطلع سيبريتد عن بعض ولا كانوا ماسكين في بعض يا اولاد؟ كانوا لازقين في بعض. طب يا دكتور اللي حصل هنا ايه؟ بص يا دكتور ركز معايا لو سمحت. كان في عندي ايه اوسايت 23 كروموسوم. جالها سبيرم يا اولاد ب 23 كروموسوم قام اداه في زايجوت كام كروموسوم؟ 46. حد فاكر الزايجوت اللي هنا اول ما عمل عمل ايه يا اولاد؟ خليتين ماسكين في بعض ولا مستقلين عن بعض؟ ماسكين في بعض. طب هنا يا دكتور اللي هيحصل بقى ايه؟ قال لك راح جاي برضه مديك خليتين بس كل واحده سيبريتد عن الثانيه. دي كلمه السر ان حصل سيبريشن يا اولاد. طيب بعد كده يا دكتور الخليه ديت بقت اثنين وديت بقت اثنين والاثنين بقوا اربعه والاثنين بقوا اربعه. يبقى انا في النهايه خالص بقى عندي كام سيل ماس؟ اثنين سيل ماس. وسبب ان سيادتك عندك من البدايه خالص اثنين سيل ماس ايه؟ ان لما الزايجوت دوت فكر يحصل فيه مايتوتيك ديفيجن اداك خليتين ماسكين في بعض بالمنظر ده ولا مستقلين عن بعض؟ مستقلين عن بعض. علشان كده دكتور لما اجي هنا اقول لك ان الزايجوت دوت اداك خليتين بس يا ترى الخليتين ماسكين في بعض ولا مستقلين عن بعض يا اولاد؟ مستقلين عن بعض. بقى عندك تو سيبريت ماس صح؟ كل واحده من دول هتروح لليوترس مستقله بذاتها. علشان تعمل ايه يا دكتور؟ علشان تعمل البلاسينتا مستقله بذاتها بهمنيوتيك كافيتي بعين اهو. طب التاني دوت بلاسينتا مستقله بذاتها بهمنيوتيك كافيتي بعين. فاهمين انتوا الكلام ماشي ازاي؟ السؤال دلوقتي يا دكتور انت عندك كام بلاسينتا؟ وعندك كام هيمنيوتيك كافيتي؟ نقوم نسمي ديت ايه يا اولاد؟ داي كوريونيك داي امنيوتيك. بس خلي بالكم معايا من حاجه مهمه جدا وده الاساس عندي يا اولاد. يعني رقم واحد داي كوريونيك داي امنيوتيك كلكم دون استثناء في الكتاب اللي هي الكتب الموجوده معاكم بغض النظر انت بتذاكر منين. هتيجي لي يا دكتور في الداي كوريونيك داي امنيوتيك لو سمحت. ترسم دي كده وجنبها دي كده. عشان تعرف ان انا قصدي اثنين بلاسينتا باثنين امنيوتيك كافيتي. بس الكلام ده حصل امتى يا اولاد؟ لما حصل سيبريشن بدري ولا متاخر؟ بدري. دكتور عارف السيبريشن حصل امتى؟ بمجرد ما الزايجوت دوت قرر يعمل سيبريشن من اول يوم يا اولاد راح جاي اداك تو سي ايه؟ تو سيبريت سيلز. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يعني السيبريشن حصل بدري بدري خلال اول ثلاث ايام الفيرست 3 دايز. طب يا اولاد افرض السيبريشن حصل متاخر شويه. يعني يا دكتوره لو السيبريشن حصل بعد 3 الى 8 ايام ايه اللي يحصل يا اولاد؟ هل هيكون في عندي تو سيبريت ماس ولا هتبدا الدنيا تلحم شويه؟ اول اثنين هيلحموا بعض البلاسنتا وهلاقي البنت ديت موجود عندها بلاسنتا واحده باثنين امنيوتيك ساك كده بالمنظر دوت. ليه يا دكتور؟ قال لك لان عمليه السيبريشن حصلت بدري زيادات ولا حصلت متاخر شويه؟ متاخر شويه. كانت البلاسنتا فعليا اتكونت يا دكتوره تمام؟ وقبل ما يتكون الامنيوتيك ساك حصل سيبريشن اما اداك الاثنين ايه؟ مستقلين بذاتهم. يوم المنظر النهائي عندي يكون عندي كام بلاسنتا؟ ها؟ واحد نسميها مونوكريونيك وكام امنيوتيك كافيتي يا اولاد؟ داي امنيوتيك. بمناسبه الام سي كيو اعمل عليها علامه صح ده النص كومه وسيادتك ترسم لي الرسمه ديت جنب المونوكريونيك داي امنيوتيك اللي عندك. دكتور طب افرض انا اتاخرت في عمليه السيبريشن شويه ايه اللي يحصل؟ انا بقول لك اللحم شغال من فوق لتحت. اول مره رحت جاي لحم الدوب لسنت مع بعض يا اولاد. طب تاني مره هلحم مين مع مين؟ الاثنين امنيوتيك ساك. وهتلاقي يا دكتوره المنظر النهائي عندك بالمنظر ده كده. بلاسنتا واحد بقى امنيوتيك ساك واحد تمام؟ لان لحد دلوقتي كان لسه ما ايه ما انفصلوش، انفصلوا متاخر شويه. انفصلوا من اليوم الثامن لليوم ال 13 خلال اول 8 ايام
بص يا اولاد، خلال اول 8 ايام كانت اتكونت البلاسينتا بالامنيوتيك ساك. قبل ما العيل يبدا يحصل له عمليه ديفلوبمنت حصل السيبريشن. السيبريشن حصل متاخر شويه. قام يا دكتوره طلع لك عيل اهو وطلع لك عيل اهو، بس العيلين في اوضه واحده. فاهمين انتوا الكلام ماشي ازاي يا اولاد؟ الكلام ده لو السيبريشن حصل بدري ولا اتاخرت شويه؟ يبقى من ملاحظه دكتوره، كل ما اتاخرت شويه الحاجه تبدا تفتح من فوق لتحت ولا لا؟ اول 3 ايام لو حصل انفصال بدري بدري بقى عندي تو سيبريت ماس، كل واحده من دول توصل يوتراين كافيتي مستقله بذاتها وتعمل بلاسنتا خاصه بيها بقى منيت الكافيتي بعين. بلاسنتا خاصه بيها بقى منيت الكافيتي بعين. اتاخرت في السيبريشن شويه الحم بقى عندي بلاسنتا واحده وبقى منيت ساكن. اتاخرت اكتر واكتر يا اولاد بقى واحده بلاسنتا وواحده كافيتي. طب لو انا اتاخرت اكتر من كده، لو انا جيت بعد اليوم رقم 13 ومين على الدور عشان يلحم؟ مين على الدور يلحم دلوقتي يا اولاد؟ الحمد لله كل حاجه. مين على الدور يلحم؟ العيلين العيل. تمام؟ فانت سيادتك هنا رقم 3، بدل ما انا عندي مونو كوريونيك مونو امنيوتيك هيكون عندي رقم 4 حاجه اسمها كونجويند توينز. بص يا بنتي مبدئيا كده اهو برسمها هنا يا اولاد فوق هنا خالص. مبدئيا يا بنتي انت حصل السيبريشن بعد 13 يوم. عارفين ايه اللي حصل خلال ال 13 يوم دول؟ كانت البلاسينتا اتكونت وامنيوتيك كافيتي اتكون وبدا يحصل ديفلوبمنت للعيل وبدا يحصل ديفلوبمنت للعيل الثاني، بس كانوا مع بعض بالمنظر ده. وده امبريكال كورد مستقل بذاته وده امبريكال كورد مستقل بذاته. ده اللي بنسميه كونجويند ايه يا اولاد؟ التوينز. ده اللي بنسميه اللي هو السياميز توينز او كونجويند توينز اللي هو التوأم المنتصف. تيجي تلاقي فيه عيلين نازلين براسهم اللي بنسميها كرينيو بيجاس. بيجاس يعني ايه يا اولاد؟ والتحت عن طريق الراس او لازلين بصدرهم. سوراكو بيجاس. بالمناسبه ده موست كومن انهم يكونوا لازلين بصدرهم يا اولاد. او لازلين ببطنهم انفالو بيجاس. الكلام ده كله ما يلزمنيش في حاجه، انا عايزك بس تعرف لي تاكد الام سي كيو اللي هنا. او الليست كومن يا جماعه يكون لازلين بالاسكال سباين، عيلين مدين ظهرهم ليه يا اولاد؟ لبعض. ده اللي احنا بنسميها اس كيو بيجاس. الكلام ده انت هتزوده ورايا في الام سي كيو. الموست كومن هو مين يا اولاد؟ السوراكو. الليست كومن ان العيلين يكونوا مدين ظهرهم لظهر بعض. فاهمين انتوا الكلام ماشي ازاي؟ ده اللي احنا بنسميه الاس كيو بيجاس. يبقى ده سيادتك الليست كومن وده سيادتك الموست كومن عشان ام سي كيو. طيب تعالوا بقى نعرف ايه الفروق اللي بين البينوكلر توينز يا اولاد واليونوكلر توينز. باكد على سيادتك المره الاخيره، اليونوكلر توينز انا عندي كام اوسايت يا اولاد؟ ردوا عليا. واحده بس حصل لها فيرتاليزيشن بكام سبير؟ واحد بس. الدب كام زيجوت؟ زيجوت واحد بس. بعد كده الزيجوت ده فوله واتقسمت نصين. علشان كده يا ولاد يقول لك ان اليونوكلر توينز، ركز معايا لو سمحت، يقول لك ان اليونوكلر توينز السيم 6 ولا ديفرنت 6؟ هي السيم فوله واتقسمت نصين. هما الاثنين يا ولاد السيم 6، هما الاثنين السيم كاركتر، هما الاثنين كل حاجه زي بعض فينا، بيختلفوا فقط لا غير يا ولاد في الفي اي بي، الفويس، الايرس برنت، الفينجر برنت. صعب الكلام يا ولاد؟ اختلافهم فقط غير في الفويس، لا صوتهم مختلف. اختلافهم في الايرس. اختلافهم في الفينجر برنت. مين يا ولاد اشهر مثال اللي نقدر نوصف احنا عارفينه؟ حسام حسن وابراهيم حسن، لان هما الاثنين نفس الكاركتر، تمام؟ هما الاثنين شبه بعض. هما الاثنين قرب. هما الاثنين يا ولاد اهلاويه. هما الاثنين قلبوا زمالك، هما الاثنين فلول. فاهمين في الكلام ماشي ازاي يا شباب؟ تلاقيهم ماشيين مع بعض كل حاجه زي بعض فيها. اكسبت ايه يا جماعه؟ اكسبت ايه؟ صوتهم مختلف شويه، الايرس والفينجر برنت. علشان كده بعد فنون في سويسرا يا جماعه لما يحب يدي السكيورتي العميل بتاعه يقول لك انا هعمل الحسابات المتهربه بتاعك، تمام؟ بصمه ايه؟ صوت محدش يعرف يقلدها فيه. انا ممكن الاقي الاصوات متشابهه بس مش واحده، مش ايدنتيكال. الايرس برنت يا ولاد، تمام؟ الايرس مختلفه من واحد للتاني فينا. الفينجر برنت نفس القصه، تمام؟ يبقى الاثنين دول ايدنتيكال في كل حاجه. طب السؤال الباينوكلر يا ولاد السم 6 ولا ديفرنت 6؟ حد يرد عليا؟ ها؟ السم ولا ديفرنت؟ ممكن كده وممكن كده. ممكن الاقي اثنين ولاد او الاقي اثنين بنات او الاقي ولد وبنت، مش شرط. لان انا كان عندي اثنين اوسايت، كل اوسايت فيهم اكس ودي اكس، على حسب السبرم اللي جالك مين. لو انت جالك سبرم اكس يدي بنوت، لو جالك سبرم واي يدي ولاد، ولد. وبناء عليه هل دول السم 6 ولا ديفرنت 6؟ لا. ميبي السيم، ميبي يا ولاد الدفع. السؤال
فولا اتقسمت نصين ايدنتيكال؟ لا طبعا، هما فيهم شبه من بعض، شكلهم كده اخوات، يعني فيكم كده من نفس الدم، نفس الرذاله، نفس الغلاسه. طب انتوا الكلام ماشي ازاي؟ ان انا مش فولا اتقسمت نصين، يبقى سيادتك الاثنين دول سيميلر ايتش اذر، انما الاثنين دول يا ولاد ايدنتيكال، فولا اتقسمت نصين. ده يا ولاد ميبي سيم سكس او ديفرنت سكس، دول لازم يكونوا سيم سكس، معايا ولا مش معايا؟ طيب ده سؤال نظري يا جماعه. هتيجي بعد كده على السيرز النظريات، هتتكلم عليها شفوي. في نظريه بتحصل في الهيومن بينج اسمها سوبر فيكنديشن، وفي نظريه بتحصل في الانيمالز الحيوانات اسمها سوبر فيكنديشن. يبقى عند التايبز يا جماعه اكتب عليها هام جدا نظري، تنزل نظري. النظريات اللي بتحاول تفسر التوينز، نركز مع بعض. اول نظريه دكتور نظريه اسمها سوبر فيكنديشن. تاني نظريه اسمها سوبر فيكيشن. دكتور السوبر فيكنديشن دي اللي بتحصل في البني ادمين. السوبر فيكيشن عمرها ما بتحصل في البني ادمين، بتحصل في الانيمالز فقط تقريبا. تبدا عليها شفوي، هام جدا شفوي، بتوصل في الشفوي. تمام؟ يعني ايه معنى كلمه سوبر فيكنديشن؟ مبدئيا يا ولاد عاليه، ان المصنع بتاع الخصوبه بتاعتها اللي هو الاوفر يا ولاد يطلع وصايه واحده، ولا عشان خصوبته عاليه ممكن يطلع اكتر من واحده؟ يطلع اكتر من واحده. فالراجل ده عايز يقول لك ايه؟ ان البنت ديت عندها خصوبه عاليه، قام يا دكتور الاوفر بتاعها، هي ركز معايا، طلع وصايه والاوفر الثاني طلع وصايه، او جايز نفس الاوفري هو لوحده طلع اثنين وصايه، ما عندها خصوبه عاليه. انا عارف ان البنت العاديه، البنت العاديه المفروض الاوفر بتاعها بيطلع كام وصايه يا ولاد؟ واحده بس. طب لو خصوبتها عاليه شويه يا ولاد، بدل ما يطلع وصايه واحده يطلع كام وصايه؟ اتنين وصايه. فسيادتك قال لك ان البنت دي حصل عندها فيرتلايزيشن لاثنين سيبريت اوسايت، واحده والثانيه. واحد زمانكم الصبح سالنا النهارده بتتم من نفس الاوفري ولا ممكن واحد من هنا واحد من هنا؟ انا ماشي على حسب، ممكن يكون اوفري واحد طلع الاثنين صح، وممكن يا جماعه يكون ده طلع واحده وتطلع واحده. الاوت كام النهائي السايكل اللي احنا فيها دي طلع عندي اوسايت واحده ولا اكتر يا دكتوره؟ يعني الخصوبه بتاعت البنت ديت عاليه ولا قليله؟ فقال لك ان التو سيبريت اوسايت يا دكتوره حصل لهم فيرتلايزيشن باي تو سيبريت سبيرم. يا عم كلام منطقي، ما الاوسايت ديت هيجي لها سبيرم هو يعمل لها فيرتلايزيشن، والاوسايت ديت هيجي لها سبيرم يعمل لها فيرتلايزيشن. يوم يدوك انهي نوع من انواع البلاسنت يا دكتور؟ انهي نوع من انواع الترينز؟ داي 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 كريونيك داي امنيوتيك صح؟ باي تو separate acts of coitus. يعني ايه يا جماعه؟ البنت دي اتعملت سيكشوال انتركورس دلوقتي تمام، اما السيكشوال انتركورس ده طلع سبيرم هنا 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 هنا، عمل فيرتلايزيشن هنا، بعدها بفتره عملت سيكشوال انتركورس تاني، قام راح جه يا ولاد مطلع كده يا ولاد السبيرم هنا عمل فيرتلايزيشن ديت. شوف الغلاوه دي، يعني مش ينفع سيكشوال انتركورس واحد بس يروح جاي البنت من سنجل اكت اوف كويتس، مش ينفع يطلع سبيرم حبه هنا وحبه هنا وتجيت بريجننت توينز. اه ينفع. امال يا دكتور قلت لي لازم يكون تو سيبريت اكتف كويتس يا ولاد، علشان اميره بريطانيه يا ولاد هي اللي راحت جايه اصرت ان لازم يكون تو سيبريت اكتف كويتس. اللي حصل ايه يا شباب؟ والكلام دوت موجود في التكست بوك تمام. البنت دي كانت حامل في توينز داي كرونيك داي امنيوتيك، بعد عمليه الولاده يا ولاد ربنا يكرمها جابت عيلين، واحد ابيض ظهر قشطه والثاني شوكولاته. فهمت الكلام ماشي ازاي يا شباب؟ البنت ديت اللي حصل ايه؟ اللي حصل ايه؟ الصبح، لا وعلى فكره متصوره مكتوب الكلام ده في كتاب الاسم وكتاب دكتور الباكر،
ومتصوره البنت فخوره بنفسها. يعني هي واقفه كده يا جماعه ومعاها عيلين كده 12 سنه، واحد ابيض والتاني فحمه، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ وفخوره بنفسها وحدث قرار. تمام؟ هي البنت ديت، البنت دي يا اولاد ازاي؟ بصوا يا جماعه يا شباب، البنت ديت الصبح سيكشوال انترفورس مع جوزها الامير. تمام؟ بعد كده رد السواق وصله ورجع تاني. السواق سيكشوال انترفورس جاب العيل بتاعه، فاهمين انتوا الكلام ماشي ازاي؟ فقال لك تو سيبريت اكتف فايتس عشان لو في سواق موجود عندك، فاهمين انت الكلام ماشي ازاي؟ يبقى سيادتك قال لك الكلام ده ليه؟ علشان العيلين، تمام؟ وده بياكد لك حاجه يا دكتور، ده بياكد لك حاجه ان الباينوبلر توينز، ركز معايا، لازم يكونوا شبه بعض. لا يا بنتك ايه؟ حبيب الشوكولاته، واحد ابيض والتاني احمر، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يبقى ليه يا دكتور اثر التكست بوك ان يقول لك تو سيبريت اكتف فايتس علشان المنظر اللي احنا شفناه في التكست بوك يا اولاد، واحد ابيض خالص والتاني يا جماعه اسود. تمام؟ طيب السوبر فيتيشن يا جماعه، السوبر فيتيشن هي نركز مع بعض، السوبر فيتيشن نركز مع بعض، يلا لو سمحت نركز مع بعض. ده مبدئيا ما بيحصلش في البني ادمين. بيقول لك يا دكتوره لو انا كان عندي يا جماعه الفينيل جين تراك بالمنظر ده كده، الاوفر ده يا جماعه طلع اوسايت اهي، جابت لك عيل متشكرين، بعدها بشهر، بعدها بشهر الاوفر الثاني طلع اوسايت، جه عيل على عيل، يعني هي كان عندها عيل بعدها بشهر جالها عيل ثاني، فسمناها سوبر ايه يا اولاد؟ فيتيشن. بعدها بشهر، بعدها بسايكل، جه الاوفر ده طلع اوسايت ثاني بعيل ثاني. تمام دكتور؟ ايه الكلام دوت؟ تمام؟ ايه الكلام دوت؟ احنا عارفين مانس ان البنت جوت بريجننت يا اولاد، الاوفر بيشتغل ولا بيبطل شغل؟ بيبطل شغل. الكلام ده في الهيومن بينج. انما في الانيمالز يا اولاد لا، الاوفر ملوش دعوه، تحملي ما تحمليش، ده مشكلتك انت مع نفسك. تمام؟ انا كده كده ايه؟ شغال. علشان كده يا جماعه طبعا النظريه دي بتكون موجوده في البيوت اكتر. علشان كده يا اولاد تلاقي الارانب، تمام؟ عيب ان هي تجيب عيل واحد بس، عيب ان هي تجيب ارنبه واحده بس، تمام؟ يجي يقول لك الارنب، تمام؟ دخلت كده ايه؟ تولد، تمام؟ قاعده شغال، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ المعيزه يا جماعه لما تيجي تولد وتفرقنا الكلام ده كله، يجيب معزه واحده بس، يقول لك لا اقل حاجه اقل طالعه باثنين، تمام؟ لازم نجيب عيلين. فما فوق يا شباب، فاهمين انتوا الكلام ماشي ازاي؟ لان بيحصل عندها سوبر ايه؟ كتير. حتى كمان يوم ما يحب يقول ان فلانه بتولد كتير يقول لك ده بتولد كتير زي الارنبه. اشمعنى؟ الارنبه عندها السوبر فيتيشن يا دكتور، تمام؟ اوفر يطلع عيل، اوفر يطلع عيل، تمام؟ طلع اوسايد جابت لك عيل، تمام؟ عمرها ما تفضل كده، صاحبي يندحني يقتلني، تمام؟ لازم الاوفر الثاني يشتغل بعيل ثاني، والاوفر الثالث بعيل ثالث، تمام؟ وعد الارانب وراه، فاهمين انتوا الكلام ماشي ازاي يا شباب؟ نعم؟ بتدوسوا كلهم في نفس الوقت، وغالبا مش بتلاقيهم كلهم، وغالبا مش بتلاقيهم كلهم نفس الوزن ونفس الحجم. لو انت ركزت كده تلاقي حاجه بس ما شاء الله، وحاجه ثانيه كده ايه رضا صغيره. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يبقى السوبر فيتيشن يا اولاد تعمل لي عليه اكس. نوت ان هيومن بينج، ان اني ما تصفق طريقه. طيب نيجي بقى يا جماعه الكلام التافه والكلام الخيبات، نركز مع بعض لو سمحت. دايجنوزس. ازاي اشخص الاستشهاد حمل التوام يا جماعه؟ الكلام سهل جدا. بصوا يا ولاد، من اكزامينيشن ابدومينال اكزام وهكونفيرم كلامي بالصداع. ابدومينال اكزام، ابدومينال اكزام رقم واحد يا ولاد، هنبص على بطن البنت دي. بعد كده هنبدا نعمل بالبيشن بالمختار اللي بنتكلم له صح. بصوا ده محمد صبور ده، تمام؟ بعد كده في الحي وسكوتي. بصوا يا جماعه، واحده لما تكون حامل في عيلين تلاقي بطنها بسم الله ما شاء الله اوفر ستريتش، تمام؟ فتلاقي ان البنت ديت بطنها اوفر ديستنت، تكون لسه في الشهر الخامس او السادس، بطنها بطن اكتر حامل في التاسع، تمام؟ ولما تبقى بطن البنت ديت يا جماعه اوفر ديستنت ببدا الاقي عندها استرايا جرافيديرا من الدكتور واضحه جدا، تمام؟ وبدل ما الاقي الفيتال موفمنت في جنب، لا الاقي الفيتال موفمنت في الجنب اليمين والجنب الشمال، عايز يلعب يمين وعايز يلعب شمال، تلاقي بطن البنت كلها قاعده عماله تلعب يمين. فانا بس مجرد ما ابص البطن ديت، واحده بطنها اوفر ديستنت، بطنها كبيره جدا، الاسترايك جرافيديرا تبقى اكسجريتد عندها، وممكن الاقي الفيتال موفمنت اكتر من حاجه. طب لو انا جيت اعمل بالبيشن يا جماعه للعيل دوت او البطن البنت ديت، يقول لك هتحسي على الاقل، على الاقل 3 فيتال موفمنت. بس الاول مبدئيا يا جماعه في البالبيشن، حد يرد عليا الفندق ايه في الاقوى بيساوي ولا اكتر من البيريود فامينريا؟ واعتقد ان احنا كنا قلنا مع بعض الحاجات اللي بتلعب في الفاندا ليفل، يا العيل يا الميه لحال العيل. لو انا جيت في العيل يا دكتوره وزودت حجم العيل او زودت عدد العيل، بدل ما انا عندي عيل واحد عندي يا دكتوره عيلين، البالونه اتنفخت جامد قوي،
عند الفندل ليفل يا جماعه اعلى من البيريود اوف امينوريا. الحاجه الثانيه هحس على الاقل يا ولاد 3 فيتال بولز. يعني ايه الكلام دوت؟ لو انا كان عندي اليوترس بالمنظر ده كده يا ولاد تمام؟ ادي راس عيل اهي وادي راس العيل الثاني، ركز معايا. الهيد دي بعتبرها فيتال بول والبطل ده انا بعتبره ايه؟ فيتال بول. المفروض لو ست حامل فتاوى من الدكتوره احس كام فيتال بول؟ اربعه. الراسين والتو بطل صح؟ لو حضرتك حسيت على الاقل عند البنت ديت ثلاثه فيتال بولز انت اكيد توينز. ما اصل راس وبطل كده البطل يبقى اكيد فيها يا جماعه عيل ثاني تمام؟ راس وراس وبطل، فاهمين الكلام ماشي ازاي يا شباب؟ يبقى اكيد في عيل ثاني. مش لازم اكون حاسس البطل الرابع، ليه يا جماعه؟ في بعض الاحيان ركز معايا في الحته ديت. العيل ده بيكون راسه صغيره، احنا عارفين التوائم غالبا بيكون حجمهم يا ولاد صغير شويه. العيل ده راسه صغيره، يوم يحصل ايرلي انجيجمنت ولا لا؟ معنى كلمه ايرلي انجيجمنت يعني يا دكتوره سقط في الحوض ونزل بدري بدري، تمام؟ فالسيبتك لو الابدومن بتاعت البنت بالمنظر ده كده، حضرتك هتحس يا دكتور ادي واحد اثنين ثلاثه في تلبول. الصح ان انا احس كام في تلبول؟ اربعه. بس لو سيادتك حسيت على الاقل ثلاثه في تلبول انف. وساعتها يا دكتوره لو جيت تعملي السكند بيلفيك اجريب تحط ايدك تحت قوي كده هكتشف ان انا عندي انجيج الهيد بتاعت السكند يا ولاد اتوين. يعني لما تيجي تتكلم في البلبيشن يا دكتور فندل ليفل عادي عندي على الاقل ثلاثه في تلبول هحس بيهم. طب الهيد يا ولاد بتاعت العيل الرابع او بتاعت العيل الثاني تمام؟ هبدا احسها بالسكند بيلفيك اجريب واكون ديبلي انجيج. طب السؤال دلوقتي العيل دوت انا عندي عيلين عندي كام قلب هنا؟ الماكسيمم انتنس بتاعت الفيتال هارت ساينس هسمعها في مكان واحد ولا في مكانين؟ مكانين ولازم يكونوا اثنين دكاتره مع بعض في نفس الوقت. يا دكتوره افرض انا جبت السماعه يا ولاد ورحت جاي سامع هنا كده انا سامع الماكسيمم انتنس هنا. جيت الناحيه الثانيه اسمع هنا انا سامع الماكسيمم انتنس هنا. السؤال مش جاي سيادتك هو عيل واحد بس واللي انت سمعته هنا لما جيت هنا لقيته ترانسميتد هارت ساوندز، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ ما ممكن يكون الصوت بروباجيتد يا ولاد. يبقى علشان نسمع يا جماعه وعن طريق الاوستيوبتيشن ااكد ان انا في عندي توأم لازم اثنين دكاتره مع بعض في نفس الوقت يسمعوا، اتصل بزميلي ايوه لو سمحت انا عايزك معايا في مصلحه. خير؟ في معايا حاله انا شاك انها توينز، تمام؟ انا هحط السماعه هنا في نفس الوقت انت سيادتك حاط السماعه هنا، واحنا الاثنين نسمع الماكسيمم انتنستي بتاعت الفيتال هارت ساوندز في نفس الوقت في مكانين مختلفين ولازم يا جماعه الاثنين دول يكونوا مختلفين عن بعض. يعني سيادتك يا دكتوره لو زميلي دوت قال لي بص انا سامع على 130 لازم انا اكون 140 او 150. لازم يا جماعه الفرق بين الهارت ساوندز اللي هنا والهارت ساوندز اللي هنا عشان اكد ان هو توينز يا ولاد لازم في الاوسكلتيشن الفرق بينهم يكون على الاقل اكتر من او يساوي ايه؟ 10 بيتس بير مينت. 10 بيت بير مينت. يبقى سيادتك في الاوسكلتيشن اثنين دكاتره مع بعض في نفس الوقت في مكانين مختلفين وهما الاثنين يسمعوا يا دكتوره. وفي الفرق بين الهارت ريت بتاع العيل الاولاني والهارت ريت بتاع العيل الثاني لازم يكون على الاقل 10. اصل انا مش ينفع اقول له 140 وده يقول لي برده 140، ما جاز احنا الاثنين سامعين نفس الهارت ساوند صح؟ مش ينفع اقول له 140 يقول لي 142، ما جاز هو ايه اتلخبط واحد او اثنين. ان انا 130 عمرها ما تكون 140 يا دكتور، 130 عمرها ما تكون 150، فاهمين قصدي ايه؟ طيب زميلي استنى معايا. نعم؟ لا صعب، صعب قوي. تمام؟ عمرك ما هتلاقي الاثنين زي بعض، تمام؟ دكتور وهقول لك ساعتها ليه؟ لان انا عندي الهارت ريت بتاع العيل في حاجه اسمها فاريابيلتي يا ولاد. تلاقي 120 ده مره واحده 124 مره واحده 125 الهارت ريت بتاع العيل واحد مش ثابت متغير. تمام؟ دكتور انا ممكن اشوف الهارت ريت بتاع حضرتك الاقيه 80، زميلتك اللي جنبك الاقيه 80، زميلتك اللي جنبك الاقيه 80، العيل استحاله. وهناخد يا ولاد في العيل حاجه اسمها فاريابيلتي في العيل. معنى كلمه فاريابيلتي ان الهارت ريت ثابت ولا فاريبل؟ ده في العيل الواحد. طب ايه سبب الفاريابيلتي هو الكلام ده كله؟ هناخدها في وقتها. تمام؟ لما تعرف ان الاس اي نوت بتاعت العيل جاي لها سمباثيك يقول لها علي وبارا سمباثيك يقول لها وطي. السؤال مين اللي ماسك الابر هاند؟ لا ده ماسك ولا ده ماسك؟ السمباثيك والبارا سمباثيك عاملين يردوا على بعض فلا الهارت ريت ثابت ولا فاريبل متارجح؟ فاريبل. وبالتالي طالما الهارت ريت بتاع العيل الواحد بس فاريبل يبقى العيلين مع بعض عمرهم هيظبطوا مع بعض؟ استحاله. صاحبك استند معاك ايه وقال لك لا انا مش هاجي اسمع. تمام؟ هنعمل ايه بقى؟ يقول لك بص هو مش الهارت ساوند دوت بروباجيتد بالمنظر ده كده؟ والهارت ساوند ده يا دكتور بروباجيتد بالشكل ده كده؟ في انتر مينجلنج بينهم هما الاثنين مع بعض ولا لا؟ القلب ده لوحده لطب 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 والقلب ده لطب لطب. طب
لما الاثنين يشتغلوا مع بعض والاثنين مش واخدين نفس الريت الا المنظر ده كده يا اولاد حاجه اسمها جانب ايه يا اولاد جانب ريس يبقى سيادتك يا اما اثنين دكاتره مع بعض والفرق في الهارت بينهم هما الاثنين يا اولاد في الهارت بيتس يكون على الاقل 10 معايا دكتور او واحد بس يسمع الجانب ريزم ده الاخ اللي سمع كان اسمه ارنو فسماها باسمه ارنو ساين طبعا الولد واضح من كلام خرف يا ابني انا عشان يعني اشخص يعني ان البنت دي هتحمل في توينز هتصل لصاحبي تعالى والنبي يا ابني اسمع معايا فاهم الكلام ماشي ازاي؟ او تجي لي واحده لقيت بطنها كبيره شويه انت بنت حامل في توينز ما انا جايز حامل في ميه ما انا جايز عندي بلا هيدرانوس فاهم انت الكلام ماشي ازاي؟ ما هو جايز عيل واحد بس وربنا يبارك فيه شويه مايكروسوميا تمام؟ الكلام الصح يا جماعه اللي انا بكونفيرم بيه الدايجنوز بتاعي ان انا اعمل ايه يا اولاد؟ رقم واحد كونفيرم الدايجنوز انت يا بنتي حامل في توأم ولا لا؟ رقم اثنين غير ان هو كونفيرم الدايجنوز مش كده بس يا دكتور ده بيقول لك نوع التوينز بمعنى يعني رقم اثنين يا ولاد بيديتكت على فكره انا سامع صوت بيديتكت التايب في توينز بمعنى ايه؟ دكتور افرض وانا بعمل البنت ديت سونار اكتشفت ان انا عندي بلاسنتا واحده باثنين امنيوتك كافيتي بالمنظر ده كده يبقى اكيد اكيد يا ولاد التوينز اللي عندي باينوبلر ولا يونوبلر؟ ها؟ يونوبلر صح؟ الباينوبلر يا ولاد اثنين اوسايت تو ماس وكل واحد واخد اوضته مستقله بذاته صح؟ او جايز يا دكتور بالسونار الاقي عندي المنظر بالشكل ده كده تمام؟ على فكره بتتكلم كتير جدا وسط كويس ايه ده شويه؟ او جايز يا جماعه شوف الاحتمال الاسوء على الاطلاق ان العيالين يا جماعه لازقين في بعض واضح يا جماعه ان اللي نفضل كله مشاكل ولا لا محمد اصلا مش لازمك لا نعم طب لو سمحت اركز ده اخر مره اقول بعد اذنك لو سمحت المنظر ده كده يا ولاد ماشي مع باينوفلر ولا يونوفلر؟ يونوفلر اليونوفلر يا ولاد كله كوارث كله مشاكل على عكس الباينوفلر اصل بص يا دكتور لو انت عندك باينوفلر انا عندي بلاسنتا مستقله بذاتها بعين مستقل بذاته كل واحد في حاله يا ولاد انما ده بتاع الكوارث يعني على سبيل المثال لو انا عندي العيالين دول كده موجودين قاعدين عمالين يلفوا ويدوروا حوالين بعض مش ممكن الامريكان كورد بتاع العيل ده يلف حول العيل ده ويحصل حاجه اسمها كورد انتانجمنت طب لو الاثنين بالمنظر ده كده يا دكتور والحمد لله كل واحد في كيسه هتحصل كوارث برضه فاسكولار كوميونيكيشن يا ولاد ما انت عندك الامريكان كورد ده كده وده كده مش هما الاثنين شير كومن بلاسنتا يا ولاد هيحصل فاسكولار ايه انستموزس وهتحصل كوارث هنتكلم عنها دلوقتي يبقى انت سيادتك بدات تحدد نوع التوينز فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طب انا كدكتور لما حددت نوع التوينز فرق معايا في ايه؟ لا ده فرق معاك في حاجات كتير يا دكتور. دكتور مين الاخطر؟ اليونوبلر ولا الباينوبلر؟ اليونوبلر. يبقى البنت ديت يا جماعه لو انا عملت لها سونار عند الاسبوع رقم 16 اشمعنى يعني عند الاسبوع رقم 16؟ يقول لك احسن وقت تحددي فيه الانومالز بدري في الحمل الاسبوع العاشر احسن من 16 والاسبوع السادس احسن من العاشر فاهمين انتوا الكلام ماشي ازاي يا ولاد؟ انا لما تيجي لي بنت لسه في اوائل الحمل يا دكتوره واحط الدروب بتاع السونار كده على بطنها والاقي في عندي كيس وكيس بالمنظر ده وعندي هنا يا ولاد في تلبول وفي تلبول وكل واحد فيه كاردياك بلسيشن يبقى انا شخصت توينز ولا لا؟ انما لما تيجي واحده في اخر الحمل تمام؟ والاقي عندي يا جماعه واحده جالك في الشهر السابع او الثامن او التاسع وفي بطنها عيل بالمنظر ده كده. انا يا جماعه لما بحط السونار هنا شايف راس العيل علشان اجيب رجلي بضطر انزل تحت لان العيل بدا ايه يا جماعه؟ يكبر تمام؟ لو في عندي عيل ثاني توينز هنا بالمنظر دوت صعب. ما انا على بال ما انزل تحت ترى ده رجل العيل الاولاني ولا الثاني الدنيا زحمه. عارف لو الست جت لي في اواخر الحمل عشان احدد انها حامل في توينز اعمل ايه يا جماعه؟ لازم اشوف راسين مع بعض في نفس الوقت. لازم اشوف تو هارت مع بعض في نفس الوقت، فاهمين في الكلام ماشي ازاي؟ ويا سلام لو الست حامل في ثلاثه او في اربعه، لا ده انت تقعد. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ واحده حامل في ثلاث عيال او في اربع عيال الدنيا زحمه جوه. ما هو جايز عيل واحد والعيل ده عيل مقرف كل شويه ده عمال يلعب يا جماعه ويلف. فاهمين في الكلام ماشي ازاي؟ يعني في ستات كده بنيجي نعمل سونار تمام؟ نعمل سونار هنا، عيل انستيبل لاي، لقيت راس العيل هنا. انزل تحت الاقي في راس الباشا كان لف فهمتوا الكلام ماشي ازاي؟ والعيال قاعد عمال يلف في بطن امه يا ولاد حاجه انا ستيبل لاي يبقى احسن وقت بحدد فيه الترينز يا ولاد في اواخر الحمل ولا في اوائل الحمل؟ ده انت حضرتك في اوائل الحمل قررت ان البنت دي حامل في توأم مش كده وبس انت عرفت نوع التوأم بص يا بنتي انت للاسف كرشه في النوع كويس ولا الوحش؟ الوحش انا عايز اشوف حضرتك كل اسبوعين ليه؟
لان ممكن يحصل كومبليكيشن كتير جدا. زي ايه؟ زي لما كده الكلام مع بعض شويه. طب بصي انت الحمد لله دايكاريونيك باي امنيوتيك زيك زي البنت الطبيعيه، كل اربع اسابيع هبص عليك مره. فاهم انت الكلام ماشي ازاي؟ يبقى سيادتك يا دكتور عن طريق السونار استفدت حاجات كتير جدا. ده المين دايجنوست بتكون عندي يا ولاد، توأم ولا مش توأم، نوع التوأم ايه، وهشوف الكل قد ايه. فاهم انت الكلام ولا لا؟ طب الحاجه الثالثه يقول لك بيحدد البرزنتيشن وديت ام اس كيو. دكتور انا عندي يا جماعه ممكن عيل يكون كيفالك واخد ثاني كيفالك، هنسميها كيفالك كيفالك. العيل الاولاني كيفالك واخد ثاني بريدج، كيفالك بريدج، ونحط على كده بقى احتمالات كتير جدا. انا مش عايز ان احتمالاتي كتير دول حاجتين، الموست كومن والليست كومن. الموست كومن هو ده يا ولاد، ان العيل يكون كيفالك كيفالك ارسمها عندك في البرزنتيشن، انا ده الموست كومن. الليست كومن يا ولاد ان العيل يكون ترانسفيرس واخد ثاني ترانسفيرس، يبقى سيادتك ده الموست كومن في الام اس كيو وده الليست كومن. يبقى الصدار قال لي توأم ولا مش توأم، ونوع التوأم، وهشوف كل اسبوعين ولا كل اربع اسابيع. تتوقع اشوف البنت ديت كل اسبوعين يا ولاد لو كان بدا يحصل فيوجن ولا ما حصلش فيوجن؟ لو بدا يحصل فيوجن، سوري فيوجن، بغض النظر بقى الفيوجن في البلاسنتا ولا امنيتك ساك ولا 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 ولا. الحاجه الثانيه قال لك نوع البرزنتيشن، المنظر ده توليد طبيعي لو انت عايزه، المنظر ده ابدا انت قيصري يعني قيصري. واخر حاجه يا جماعه رقم اربعه في الالترا ساوند بنعمل البنت ديت دوبلر، والدوبلر دي تتكتب كامله اسم عادي جوهاني كريستيان دوبلر، وفي بعض الدكاتره بيسيب الكلام ده كله يقول لك دوبلر يا ابني، ادي كابيتال ولا سمول. تمام؟ ايه الدوبلر ده يا دكتور؟ ده هو الترا ساوند العادي يا ولاد، بس ببدا اشوف فيها دكتور البلاد فلو داخل البلاد فيسل. ليه؟ مش انا جيت قلت لك ممكن يحصل عندي انا بفكر انستموزس، مين اللي هيفيدني هنا يا ولاد؟ الدوبلر. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الكوميونيكيشن ودي اللي هنختم بيها حصتنا، وترجع الكوميونيكيشن هام جدا نظري. المالتي بيتال بريجننس يا ولاد السؤال بيجي فيه بصيغتين، الصيغه الاولى فايف ستات توينز ايتيولوجي لجورجيا النظريات المنظمه، الصيغه الثانيه او السؤال الثاني الكوبليكيشن بتاع التوينز. شطر شطر او ترانسفيرس ترانسفيرس. تمام شباب دي التكات اللي امسك فيه زيادات الشفا، سيادتك تعرفها لي من دلوقتي وهناخدها في الريفيجن مره واثنين وثلاثه. الكوميونيكيشن يا جماعه ممكن تحصل عندنا طبعا زي ما انتم عارفين يا جماعه في عندنا مشاكل على مستوى الام، ركز معايا يا دكتور انا بترغي لو سمحت، في عندنا مشاكل على مستوى الام ومشاكل على مستوى العيل. ماترنال كوميونيكيشن ده كلام خيبان جدا، في عندي فيتال كوميونيكيشن ده اللي هنتكلم فيه شويه. الماترنال يا ولاد ممكن الام تحصل لها مشاكل اثناء الحمل، وممكن تحصل لها مشاكل اثناء عمليه الولاده. انا مش عايز اقول لك كلمتين واجري، انا عايز اقول لك ازاي بس تعرف تنسق الماده العمليه في دماغك عشان لما تيجي تحفظها مش تنسى. بصوا يا جماعه اثناء الحمل لو انا عندي اليوترس بالمنظر ده، اليوترس ده فيه كام عيله؟ عيلين، ويا اما بلاسنتا واحده كبيره بتغذيهم او كل واحد من دول ليه يا ولاد بلاسنتا مستقله بذاته، مش كده يا ولاد؟ اهو ادي بلاسنتا واحده بتغذي ده وبتغذي ده برضه، ما علينا. تمام دكتوره في عندك مشاكل لها علاقه بالبلاسنتا، عندك مشاكل لها علاقه بالميه اللي احنا عيل عملتها كده، عندك مشاكل لها علاقه بالعيال نفسها. البلاسنتا يا جماعه لما يكون حجمها كبير غصب عنها تنزل لورا كراين سيجمنت ولا لا؟ طب لو انا عندي اثنين بلاسنتا يا دكتوره هلاقي واحده فوق والثانيه تحت ولا لا؟ يعني البنت ديت الريسك بتاع البلاسنتا بريفي عندها بيزيد ولا مش بيزيد؟ يوم يا دكتور سيادتك هتلاقي في الكوميونيكيشن عندك هنا انت برضه مش تبدا تنزل دم ولا لا؟ ها يجيب لها انيميا، يبقى ده اول اثنين مع بعض يا ولاد. على مستوى الميه اللي احنا عايزينها يا جماعه انا عندي كام مصنع بيطلع الميه المره دي؟ مصنع احضر ولا مصنعين؟ مصنعين. طب الميه اللي احنا عايزينها تزيد ولا تقل؟ ها يزيد، ويبدا يحصل عندنا مشكله اسمها بولي هيدرانوس. طيب لما انا يكون عندي ميه كتير جدا وعندي عيالين اليوترس ده اوفر ستاندد ولا لا؟ يوم اليوترس يستحمل لحد نهايه التاسع ولا العيل ينزل بدري بدري؟ ويبدا يحصل حاجه اسمها بري تيرم ليبر. العيال ده يا جماعه
ممكن لو ستة حامل في خمس وستة عيال انزلوا بدري بدري ولا لا؟ بيحصل لهم ابورشن. دي ممكن نحطها مع الماترنال كومبليكيشن ومع الفيتال كومبليكيشن. دي مشاكل بتحصل اثناء الحمل. ضيف بقى كده يا شباب، ضيفوا كده البنت اللي موجوده عندها يا جماعه توينز او ثلاث عيال او اربع عيال او ايا كان، تمام؟ البنت دي هتعرضها اكتر من غير ان نجي لها بريك لمسه ولا لا؟ البنت دي هتولد البلاسنتا بتاعتها حجمها كبير ولا حجمها صغير؟ كان في هرمون بيتناسب فرضيا مع البلاسنتا الناس حتى الله ينور عليك، ولما الاتش بي اللي كان بيزيد كان بيعمل في السكر يزيد. يعني البنت دي يا دكتور عرضه اكتر من غيرها ان يجيلها دايابيتس وز بريجنسي. البنت دي يا جماعه عرضه اكتر من غيرها ان يجيلها بريجنسي جوز دي يا جماعه هايبر تنشن، مش كده ولا ايه؟ صح. طب دي كلها مشاكل بتحصل اثناء الولاده الحمل. تعالى لي بقى يا دكتور ساعه عمليه الولاده، البنت دي هتجيلها بريماتور طبعا بيزيد الريسك بتاع المال بوزيشن ومال برزنتيشن. الدليل الرسمه اللي انا كنت ارسمها لك من شويه، ما انت عايز كفايه الثانيه يا دكتوره يا بريدج يا ترانزفيرس يا شولدر اي منطقه، صح يا شباب؟ يبقى الريسك بتاع المال بوزيشن ومال برزنتيشن بيزيد. دكتوره المشاكل اللي بتحصل اثناء الولاده ايه؟ بصوا معايا هنا كده يا ولاد، انا قلت لكم ان الريسك بتاع المال بوزيشن ومال برزنتيشن بيزيد ولا لا؟ انا اقول لك ازاي تحفظ الكلام. الريسك بتاع الاسئله النظر اقول لك ازاي تحفظه. الريسك بتاع المال بوزيشن ومال برزنتيشن بيزيد ولا لا؟ يوم عمليه الولاده بتاعت البنت دي تخلص بسرعه ولا تبقى برولونجد؟ الله ينور عليكي، برولونجد اوبستراكتد ليبر. ولما عيل يكون عندك يا دكتوره نازل بوضعيه المال بوزيشن ومال برزنتيشن الممبرين يتفرقع في وقته ولا بدري على ميعاده؟ بريماتيور ابشر في ممبرين وينزل بدايمتر كبير نسبيا ولا صغير؟ افيرينيال لاسريشن فالفا لاسريشن فاجينال. الحته اللي حصل فيها لاسريشن دي ولا تنزف ولا ما تنزفش؟ بوست بطن والدم فيري جود ميديا فور باكتيريا جروس ولا لا؟ ليبرال سيبس. طالب مركز معايا يقول لي انا بكتب ايه يا ولاد؟ انت سيادتك تيجي على الكلام ده كده وتروح جاي عامل لي عليه اكس وتكتب دوت السكيما بتاعت مين يا ولاد؟ مال بوزيشن مال برزنتيشن وتزود على السكيما حاجتين فقط لا غير. ايه وايه؟ حاجه اسمها لوبد توينز، يعني سيادتك تكتب السكيما، وحاجه اسمها لوبد توينز، وحاجه اسمها ريتيند سكند توينز. يعني ايه يا ولاد اللوبد توينز؟ يعني ايه ريتيند سكند توينز؟ اللود توينز دي كارثه ومصيبه. هقول لك ليه كارثه ومصيبه؟ دكتور احنا اتفقنا ان العيل الاولاني ممكن يكون كفالك وبدل عليه. يعني ايه يا دكتوره؟ يعني العيل الاولاني كفالك واخوه تاني ممكن يكون كفالك زيه، ممكن يكون بريتش، ممكن يكون شولدر، صح؟ لو انا عندي اولاد العيل الاولاني كفالك بغض النظر اخوه اللي مبدل معاه مبدل معاه ازاي، انا ممكن ادي البنت ديت تشانس انها تبقى فاجينال دليفري. اصل بص الواد الاولاني نزل صح؟ الثاني هينزل بعديه ولا لا؟ طب لو كان بريتش يا جماعه هعمل بريتش اكستراكشن. ما خلي بالك معايا انا لسه في عيل نازل حالا دلوقتي والسيرفكس مفتوح والسيرفكس والبلبس اللي عدى عايز هيعدي الثاني ولا لا؟ ادخل شده جيبه لي. طب لو عيل جاي بالعرض دفه يا لف من بره اكسترنال كيفاليك يا من جوه ايه يا ولاد؟ انترنال بيتاليك. يبقى البنت دي تنفع اجرب معاها فاجينال دليفري ولا لا؟ انما القاعده العامه اللي احنا اتفقنا مع بعض عليها يا ولاد اوعى تجمع مشكلتين مع بعض في نفس الوقت. التوينز مشكله صح؟ المشكله الثانيه بقى يا دكتوره يوم ما يجي لك العيل الاولاني بريتش بالمنظر ده واخد ثاني ايه يا ولاد؟ كفالك. استنى انا عندي مشكله اسمها بريتش ومشكله ثانيه اسمها توينز وانت مغمض عليه بتعمل سيزيريان سكشن. لو انت عندك عيل شولدر وعيل شولدر انت جاي تهرج بقى لو انت مغمض عليك ايه يا دكتور؟ سيزيريان سكشن. الكارثه اللي بتحصل يا دكتور لما العيل الاولاني يا ولاد يكون بريتش بالمنظر ده كده. يعني ايه العيل الاولاني؟ الواد اللي سابق يا دكتور. هي ركز معايا يا دكتور انا بص على السبوره. الواد اللي سابق طب يكون عيل الاولاني ايه يا ولاد؟ بريتش. العيل ده وهو نازل يا جماعه ممكن راس العيل دي تلوك مع راس العيل ده والاقي عندي الكارثه اللي بالشكل ده كده يا ولاد. الواد ده وهو نازل بريتش ادي راسه اهي جسمه اهو راسه لوكد مع راس اخوه الثاني اهو وادي جسم العيل ده اهو تمام. الواد ده جسمه مدلدل بره كده يا جماعه بالمنظر ده كده. الواد ده جسمه مدلدل بره. اجي اشد العيل هعرف انزله لان راس العيل لوكد مع راس العيل ده. طب الحق بسرعه يا دكتور افتح سيزيريان سكشن. فتحت بطن البنت هاجي اشد العيل ده من فوق هعرف اشده لان راس العيل لوكد مع راس العيل ده مش هعرف ادكك العيل ده اكيد. عارف في الاخر بترسي عليه ولا اتنين بيقول دي كابيتيشن بقطع راس العيل ده ليه؟ اصل خلي بالك معايا عمر ما العيل ده هينزل كده وعمر ما العيل ده هيطلع كده وواحد فيهم لازم بالسلامه يا ولاد. اللي كده كده هتلاقي ميت ومين يا دكتوره؟ العيل مدلدل بره. ما هو العيل دوت منه للشارع اهو. العيل ده كده منه للشارع. تيجي تشديه مش عارف ينزل لان راسه لوكد مع راس مين يا ولاد؟ مع راس اخوه مش كده يا ولاد؟ العيل ده على بال ما الست تيجي لك وعلى باله وعلى باله وعلى باله. الواد دوت يا جماعه الاستيميوليشن بتاع الريسبيراتوري سنتر بي بي الكلام ده كله. العيل اتنفس في بطن امه ولا لا؟ مات ولا مش مات؟ مات بالسلامه.
لو انا ما خلصتش منك اخوك الثاني هيحصلك. يبقى يا جماعه تيجي لي البنت ديت اقول لها انا اسف انا لازم اعمل ديكابيتيشن، اقطع راس العيل ده وافتح سيزيريان سيكشن، اطلع العيل ده وراس العيل ده انا قطعته والجسم الثاني اتنين من بره برده. فانتوا الكلام ماشي ازاي يا اولاد؟ ده اولاد اللي احنا بنسميها لوبد توينز. في نوع ثاني من لوبد توينز يا شباب بس هو موجود في الكامل اسم بس مش موجود في كتاب الدكتور البكري، تعرفوا ما بالعلم بشيء بس ده بالنسبه لنا مش مشكله. نوع ثاني من لوبد توينز يقول لك لما العيل يكون في فلك، خلي بالك معايا خلاص عرفنا لوبد توينز، المصيبه ان الاولاني بريتش اهو والثاني يا اولاد ايه كفالي. في نوع ثاني يا اولاد من لوبد توينز، بصوا يا جماعه الرسمه دي، العيل الاولاني كفالي والعيل الثاني كفالي، يا عم هو زي الفل ده ينزل وبعدها مين ده اديك قلت ده بعدها ده. انما لما الاثنين يا جماعه تبقى دماغهم جزمه قديمه وعايزين ننزلوا مع بعض في نفس الوقت زي ما يكون في اثنين تمام راسهم والف سيف ان احنا لازم نطلع مع البلد ده مع بعض بالبلد ده مع بعض في نفس الوقت تمام يا ابني واحد واحد، لا احنا الاثنين مع بعض في نفس الوقت تمام الاثنين اتحشروا في الباب. الحل بنعمل ايه يا شباب؟ في بعض الاحيان مش انتوا الاثنين محشورين هنا ازق واحد ارجع انت لورا وعدي وانت عدي بعدي، مش كده اللي بيحصل يا اولاد؟ يعني حاله زي ديت انا شفتها مره انا في الجامعه تمام، كانت ممرضه، معروف ان اي حاله ممرضه الدكتور ريكومندومه لازم تلاقي فيها مقلب سخيف كده. حامل في توينز بفحص بفي الاولاني كفالك وكان جالي اصلا ايه تقريبا 9 سم داخل على فولي. طب يلا بسرعه العمليات. على بال ما طلعت يا اولاد اكتشفت ان عينين اغلى من بعض، الاثنين محشورين في البلبس تمام، بفحص بفي راس عين، الله يا فرج الله ده راس العين الثاني. ساعتها ايه يا شباب؟ السيفست الام للدكتور تعمل زي سيكشن ما فيهاش هزار، بس في بعض الاحيان لو دكتور التبديل مش قابلها على بال ما ترن عليه ويتفضل ويجي لك من السكن ويلا وهننام ومش هننام والقصه بتاعنا ديت يا جماعه، بتلاقي البنت السلامه حصل لها ايه؟ مشكله تمام؟ بتعمل ديس انفكشن للعيل دوت براس العيل دوت، تزق راس العيل لورا يوبين هينزل يا اولاد ده بعدها العيل الثاني تمام؟ بس احنا ما بنحبش نكتب في اللوبد توينز خالص، ليه؟ مشكله وبتعدي. امال انت بتشرحها لنا ليه؟ كتاب الاسم كاتبها، كتاب الاسم كاتبها ان ممكن احد انواع اللوبد توينز في المانجمنت ورا خالص يا اولاد ان يكون عندك ايه عيلين ده كفالك وده كفالك. نعم؟ لا ده لوب توينز. يعني ايه يا جماعه ريتين سكند توينز؟ بص يا دكتور ان العيل الاولاني ينزل المفروض مين يحصله بعدها على طول؟ الثاني. ادي لنفسك يا دكتوره 10 دقائق ماكسيمم 30 دقيقه لازم العيل الثاني يكون نزل. لو العيل الثاني ما نزلش يا اولاد بنسميه ريتين سكند توينز. الحق نزل العيل ده بسرعه لو عدى عليه اكتر من كده. ليه؟ لو عدى يا اولاد اكتر من نص ساعه ما بين نزول العيل الاولاني والعيل الثاني السيرفكس بيبدا يقفل، البلاسنتا جوه بتبدا تنفصل تمام؟ يبقى انا فصلت البلاسنتا على عيل مقفول عليه جوه، هيموت ولا مش هيموت؟ هيموت. الحق نزل العيل ده بسرعه. في بعض الاحيان يا اولاد في بعض الاحيان والكلام ده هشرحه لكم الحصه الجايه في الجامعه، كنا بننزل عيل الاولاني فاجينال العيل الثاني نتزنق نضطر نجيبه سيزيريان. يقول لك ده جابت عيل من تحت فاجينال والثاني ايه؟ سيزيريان. ليه؟ المقلب السخيف. العيل الاولاني كان كفالي نزل فاجينا. العيل الثاني يا شباب لو كان بريتش اكستراكشن، لو كان كفالي والهيد انجيج ينزل ايه يا اولاد؟ بفورسز. انما لو كان بقى يا اولاد ترانزفيرس الف العيل ده من بره او من جوه، شرط الدف لازم يكون حواليه شويه ميه. افرض يا جماعه كان رابشر ممبرين والنايب اللي كان قاعد ما كانش فاهم الكلام ده وساب الميه تتصفح عن العيل الثاني، لو جيت الف العيل مش حاله ولا نقطه ميه يا اولاد هينفع يتلف؟ رابشر يفرس بسرعه الحاله بتاع سيزيريان سيكشن. وياما شفنا المصايب ديت، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طيب ما علينا. يبقى ديت لوبد توينز يا جماعه بتحصل اساسا مع مين؟ لو العيل الاولاني واحد كفالي واحد بريتش والثاني كفالي مش واحد واحد، لازم يكون الاولاني بريتش. افرض الاولاني كان كفالي يا دكتور هيعدي والثاني بريتش اكستراكشن، لازم الاول اهو يكون بريتش هو اللي سابق، يعني مين يا جماعه؟ العيل الكفالي. طيب دي يا جماعه مشاكل على مستوى الولاده، هي ما هي الا هي يا دكتور السكيما تمام؟ زائد حاجتين لوبد توينز و 10 سكند توينز. قبل ما ادخل على المشاكل بتاعت العيل واختم اكبر من كده على فكره، قبل ما ادخل على المشاكل بتاعت العيل صدقوني والله بجد كان جار شوت بي ماتيور انف ضد ذات يعني تمام يا دكتور. طب الريتين سكند توين تاني كده الريتين سكند توين نعم كل اللي ناحيه فري. انا يا حبيبي بتكلم في المطبخ مش عايز اعرف الناس ان اثنين كبار قاعدين عمالين يزخرف ده ينقص في الثاني اكتر من كده ولا ايه؟ عيب. نعم؟ وانا طالب؟ انا اخر مره عملت كده كان في كي جي 1 وده اللي عيب ما شاء الله. اقول لك ايه بس؟ وانا طالب احتراما لنفسي واحتراما للوقت قدامي
احتراما لاسمي احتراما لكلمه ان انا دكتور كده. بص يا اعتقد الرساله وصلت علشان تيجي تحفظه. ركز معايا عشان تيجي تحفظ المشاكل اللي بتحصل اثناء البريجننسي يا اولاد. احفظوها ازاي؟ بلاسنتا كبيره انت بطن هيمرش بانيميا ميه كتير كلها هيدرنس دول كلهم عاملين بريتيرم ليبر وعايز بقى بورشه من البوزيشن مال برزنتيشن. يبقى بص يا دكتور البلاسنتا طالب مشاكلنا انت بطن هيمرش بانيميا الميه طالب مشاكلنا كلها هيدرنس العين طالب مشاكله مال بوزيشن مال برزنتيشن. صعب الكلام يا اولاد؟ يبقى مشاكل البريجننسي اكتب لي يا اولاد عين وميه وبلاسنتا. بلاسنتا انت بطن هيمرش بانيميا ميه كلها هيدرنس وبريتيرم ليبر عين ابورشن مال بوزيشن مال برزنتيشن. عرفت هتحفظ ازاي عشان لما تيجي اخر السنه ما تتوهش؟ يبقى البريجننسي عين وميه وبلاسنتا مشاكل ريليتد للبلاسنتا. بلاسنتا حجمها كبير بتعمل لك انت بطن هيمرش بانيميا كل واحده من دول اثنين اهو عين وميه وبلاسنتا. البلاسنتا حاجتين انت بطن هيمرش وانيميا الميه حاجتين ولا هيدرنس وبريتيرم ليبر العير حاجتين ابورشن دماغ بوزيشن مال برزنتيشن زائد تو ميديكال بروبلم بري كلامس يا اولاد دايابيتس. دكتور هي 2 سكند تكون دي بتحصل ازاي؟ عين نزل والثالث قفل عليه بس مش لسه الثالث تنزل ثلاثه في المانجمنت لسه نزل. دكتور هي السيرف دي نعم سيرف دي اوفر ذا ستاند بيخلص اوفر ذا ستاند محتاج كتير جدا بريشر علينا الضغط بس ان الاسكيميا هايبر تمام. طبعا دي كلها نظريات نظريات. دلوقتي يا جماعه احنا خلصنا الفيتال الماتيرنال كوميونيكيشن اثناء الحمل قلت لك عيل وميه وبلاسنتا واثناء الولاده قلت لك عشان مش تنسى حضرتك هتحفظ الكوميونيكيشن الدكتور بتاعي النال بوزيشن ومال برزنتيشن وزاد عليهم حاجتين لوك ذا تونز يا اولاد والتين سكند مان. الفيتال كوميونيكيشن دي مهمه جدا. الو انت محمد ايه؟ كم صمت دلوقتي؟ 8 طيب بعد لك تسأل الهد في الاستشن كم؟ ايش نوع التربيه؟ هوني نصاني بجلس ممكن ايه؟ طب بص هستاذنك بس على الاقل سنتو كده ايه؟ بطيء يعني لو الكونتراكشن بتاعها كويس ممكن مش كويس على الاقل سنتو؟ طب خلاص على الاقل سنتو؟ على الاقل سنتو مش عارف انا عندك ايه؟ احنا خلصنا المشاكل الماتيرنال نيجي على المشاكل الفيتال. ركز معايا محترم لو سمحت في مشاكل اللي احنا عارفينها يا جماعه ست حامل في توأم تدي نيوتريشن ليهم هما الاثنين فالمتوقع ان الفيتال يكروس بتاع العيلين كويس ولا اي كلام؟ اي كلام. فلان العيال دول عرضه اكتر من غيرهم نيجي لهم ابورشن نيجي لهم فيتال جروس ريستريكشن او في الاخر خالص يا اولاد او في الاخر خالص يا جماعه ان يحصل بري ترمين. طب ده يا دكتور المشاكل الكومن اللي احنا عارفين مع اي ايه حاجه ايه من ميديكال ديسوردرز نعدلها حتى عليها. طيب في مشاكل يا جماعه بتحصل اساسا مع المونو كريونيك توينز. مونو كرونيك يعني انا عندي كام بلاسنتا يا اولاد؟ واحده بس. خدنا يا جماعه المشاكل والكلام ده بتيجي عليها هام جدا 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 شفوي واللي بيذاكر من اي كتاب تاني غير كتاب الدكتور البكري ينقلهم حتى لو بيذاكر من كتاب الاسم، الكلام ده مهم جدا. في مشاكل بتحصل اساسا مع المونو كرونيك. اتفقنا يا اولاد ان البروجنوزس احسن في المونو كرونيك ولا في الداي كرونيك؟ المونو كرونيك. يعني بص يا دكتور على سبيل المثال مونو كرونيك ولا الداي كرونيك الاحسن الاسوأ؟ الاسوأ مونو كرونيك الاحسن داي. مونوكريونيك ممكن يكون عنده منظر بالشكل ده كده يا ولاد. مونوكريونيك داي امنيوتيك. ده ليه مش ده المنظر ده ليه مشاكل. ممكن يكون عنده منظر بالشكل ده كده يا ولاد.
مونوكريونيك مونو امنيوتيك. مبدئيا خلصت من دوت. لو انا عندي مونوكريونيك مونو امنيوتيك يا اولاد، العيلين دول عمالين يلفوا يتحركوا حوالين بعضهم، مش ممكن التو امريكان كورد يلفوا على بعض ويحصل حاجه اسمها كورد انتانجمنت ونشكل الاثنين ماتوا بالمناسبه. يعني لو كده الاثنين ماتوا، الامريكان كورد بتاع العيل ده لف على الامريكان كورد بتاع العيل ده، اتعقدوا على بعض، لا ده وصل له اكسجين ولا ده وصل له اكسجين، بالسلامه الاثنين ماتوا. تمام؟ يبقى سيادتك رقم واحد كورد انتانجمنت، بس خلي بال سيادتك معايا عشان ام سي كيو، شرط ان يحصل كورد انتانجمنت لازم هما الاثنين يكونوا مع بعض في وان ايه يا اولاد؟ امنيوتك سالك، صح؟ انما لو كان ده في اوضه لوحده وده في اوضه لوحده يا جماعه، ده لو اتشقلب حوالين نفسه، ده لو اتشقلب حوالين نفسه ما عنديش اي مشاكل، صح؟ طيب المشكله الثانيه يقول لك لو حصل عندنا مشكله اسمها سنجل فيتال ديمايس، عيل من العيلين هيموت. ده على فكره يا جماعه انتوا مكتوب عندكم كلمتين خيبانين جدا في الكتاب الاسم ده، كان سؤال دكتوره ليا، تمام؟ يعني الدكتوره اتكلم عن سنجل فيتال ديمايس. تمام؟ السنجل فيتال ديمايس يا جماعه بيختلف باختلاف نوع الكريونوسيتي. يعني ايه؟ يعني بصوا يا جماعه، لو انا داي كريونيك داي امنيوتيك كريونيستي، انت عندك كام لاسنت؟ واحد فيهم بالسلامه مات في 60,000 سنه ولا فرق بالنسبه لي. سيادتك قاعد كده يا دكتور في اوضتك معزز مكرم وجارك مات، تمام؟ جارك اللي فوق واللي تحت مات، ايش يا عم؟ مش مشكله، عقبال بيه. تمام؟ انت الكلام ماشي ازاي؟ ليه؟ ده كان مقرف، ده كان عمال ياكل من الاكل بتاعه، يعمل لي فيتال جروس ريستريكشن، وكان بيدخلني في الريسك بتاع الريتيرن ليبر. فاهمين انتوا الكلام ماشي ازاي؟ انما الكارثه كلها يا جماعه لو كانوا مونوكريونيك، والكارثه اخطر هنا. تخيل لو زميلك اللي معاك في نفس الاوضه وبينام جنبك على نفس السرير مات، ومش مات وبس، ده مات وهيفضل وشك في وشه 9 شهور لحد ما تنزله. فاهمين الكلام ماشي ازاي يا شباب؟ يبقى سيادتك يا دكتوره السنجل فيتال ديفايس بيختلف البروجنوزس والاوت كام بتاعه على حسب ايه يا دكتور؟ على حسب احنا مع بعض هنا بلاسنتا واحده، تمام؟ طب احنا مع بعض هنا بلاسنتا واحده بنا امنيوتيك كافيتي واحد، ولا كل عيل مستقل بذاته؟ لو كل عيل مستقل بذاته مات الله يرحمه وتشكر، تمام؟ ما انا قاعد في حالي. انما لو واحد مات ووشك في وشه لمده 9 شهور متواصله، تنام وتصحى اخويا ميت، اهو فاهمين الكلام ماشي ازاي يا ولاد؟ يقول لك العيل ده يا جماعه بيتلف، بيحصل له فعلا حاجه اسمها فنتريكولار ليفومانيشيا، ولها نظريات ما تكونش انتوا دعوه بيها. يقول لك لو حصل سنجل فيتال ديمايس يحصل للعيل دوت مشكله على مستوى البرين اسمها فنتريكولار ليوكو ماليشيا، لدرجه يا جماعه لو انا حبيت اتابع العيل ده بتابعه ازاي؟ اعمل ام ار اي للعيل لسه عايش. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ والعيل ده لو اتولد في احتماليه ان يحصل له مشاكل في السي ان اس، تمام؟ واحد ايه وشه في وشه كل ما يتصحى. طيب المشكله رقم ثلاثه، المشكله رقم ثلاثه نعم؟ تمام؟ انت على حسب دلوقتي انت عندك داي كرونيك ولا داي امونيتيك، تمام؟ لو العيل ده مات يا ولاد، لو العيل ده مات بالمنظر ده، الدكتور ركزي معايا. انا مشاكل هنا مع العيل اللي هيموت ده ايه؟ ان هيبدا العيل ده يحصل له ديجنريشن، صح؟ والبلاسنتا بتاعته يحصل لها ديجنريشن. اخاف ان يحصل انفكشن. ادي بروفلاكتيك انت بيوتيك. اخاف الله ينور عليك، اخاف ان يحصل دي اي سي يا دكتور. التيشو سترونج بلسين اللي بيطلع من تحلل الانسجه بيبدا يعمل استهلاك للكياجريشن فاكتور، تمام؟ فبتابع البنت ديت البي تي والبي تي تي والاي ان ار والبليت. از لونج از ان الست مش داخله في انفكشن، مش حصل لها دي اي سي، كملي عادي. وينزل ساعه الولاده، عيل عايش وعيل ايه يا ولاد؟ ميت. فاهم انت الكلام ماشي ازاي؟ طيب افرض يا دكتور كان عندك انت المشكله ديت، حضرتك هتبدا تعمل ايه؟ في عندنا مجموعه نظريات يقول لك العيل دوت لو مات بيبدا يعمل في العيل دوت مشاكل، يا اما اسكيميا يا اما يبعت له توكسيس. مش كنتوا ضاعوا بالنظريات ديت، بس الاوت كوم النهائي البرين بتاع العيل ده اللي اتاثر. انا هتابع ازاي؟ هبدا اعمل العيل دوت ام ار اي، تمام؟ عملت ام ار اي، العيل ده متأفكت، اتفضل يا زين. العيل ده بدأ يأفكت وبدأ يحصل له مشاكل، بعمل كونسلنج للأهل في عيل ميت، والتاني هينزل في عنده مشاكل في السي ان اس، عنده مشاكل في البرين. انزل ولا كمل؟ فاهم انت الكلام ماشي ازاي؟ كلمة مش بتخش في حرمانية الموضوع ده، الصراحة الموضوع ده مش بتخش في حرمانية بقى. ولو بس عايش مش ميت. بس حرام برضه ما بيبقاش حرمانيه. دكتور انا هقول لك بس الكوميونيكيشن، اقول لك ازاي تحفظها. بص يا دكتور، في عندنا مشكله ثانيه، حاجه اسمها فيتس كومبريسس اند يوتابريشيوس. خلي بالك معايا يا دكتور، انا بتكلم في المشكله رقم 2.
لو العيل ده مات يا جماعه وكان كبير يعني عيل السادس او السابع او الثامن تمام. طب افرض يا جماعه العيل ده مات بدري بدري يعني انا جت لي واحده وده موضوع صوت شكله بالمناسبه جت لي واحده بعمل لها الترا ساوند يا جماعه لقيت في عندها تو امنيوتيك ساكس بالمنظر ده كده يا بنت التحايل في التونس تمام نفس كده يا جماعه في حمل في شهر ونص او شهرين ربنا اراد ان عيل من دول ما كملش مات على بال ما اجي في اخر الحمل ارجع اعمل سونار الاقي عندها عيلين ولا عيل واحد؟ واحد بس ما واحد مات من الاول خالص تمام. ده يا جماعه الكي بتاع سواد شافه يقول لك يا ابني لو بالالترا ساوند هتلاقي الانسدنس بتاع التونز اكتر في اوائل الحمل ولا في اخر الحمل؟ بالالترا ساوند الانسدنس اكتر في اوائل الحمل لان في اول حمل البنت جت لها عملت لها سونار يا مدام انت حامل في توينز على بال ما جينا في اخر الحمل اختفت وجت لك في الشهر الثامن او التاسع. خلال الفتره دي كان عيل مات في الاول خالص يا جماعه باجي اعمل سونار يا مدام انت حامل في عيل واحد دكتور ده انا جيت لك من 7 8 اشهر فاتوا قلت لنا كان حامل ايه كنت حامل في توأم والكلام اتغير ولا ايه؟ لو لا السونار كان شايف الاول كيسين واحد فيهم كامل والثاني ما كملش فهمت الكلام ماشي ازاي؟ السؤال دلوقتي يا دكتوره العيل اللي بدا يكبر دي اللي يكبر ده على فكره حصلت مره مشكله مع واحد من زملائنا تمام كان شغال في احد المستشفيات البرايفت وكان هو خلص نبطشيته وانا جيت استلم منه النبطشيه جزء الحلقة انا شفته قدام عينيا كان بيسال عن مواعيد نبطشيته عشان عايز يجي يتخانق معايا تمام بيتم الدكتور مسار عيل تاني الدكتور دوت من 8 اشهر عمل سونار لمراتي انا فاكره تمام من 8 اشهر عمل سونار لمراتي ولما عمل لها سونار قال في كيسين وشفت كيسين ومراتي ولدت امبارح والدكتور ده كان موجود وسلم ده عيل فهمت الكلام ماشي ازاي الواد التاني راح فين تمام سوري لا ده في ناس اصلا عايشه في التوهان انا بقول لكم يا جماعه مره من ضمن الحالات وانا نايم لقيت نايم جراح بيرن عليا تعالى احنا عايزينك في استقبال الجراحه بسرعه قلت له ليه تعالى انت استقبال النساء يا ابني تعالى احنا مش بنهزر ده في فعلا حاله بتولد معايا رايح افحص الحاله بفحصها لقيت حاله بدها 3 مرات قبل كده ده تشوف انت فتره النيابه ايه كل واحد بيخنق على الثاني تعالى انت لا تعالى انت فرايح افحص الحاله لقيت الحاله فولي والده 3 مرات قبل كده ده المره الرابعه فيا ست انت هو خلاص مفيش دماغ خالص يعني انت واحده حامل وجالك ليبر بين يوم ما تروح مستشفى النساء ما تروحوش مستشفى الايه ما تروحش استقبال الجراحه هو انا حامل ده هو ربنا امال ايه بطنك ديت اه اصل انا قلت ده فت قلت لها ماشي تمام الفت اللي موجود عند سيادتك دوت مفيش ليبر بين بتجي لي قالت ما انا قلت ان حصل اختناق في الفت قلت لها طب جيبي لي جوزي انت سيادتك ما لاحظتش ان في حاجه عماله تكبر انا قلت بدا يطلع لها كرش يا دكتور انت جاي من انهي مصيبه يا ست انت فاهمين الكلام مش ازاي؟ ده انت سيادتك بمناسبه الصوار في ستات يا دكتور احنا اول مره بنشوفها واول مره يعرفوا انهم حوامل واول مره عرفوا انهم حوامل جاي ولدوا في حاله بتيجي تتابع معايا بقى اجي ابص كده يا دكتور انا الدوره مش جات لي بقالها 5 شهور انا واخده قرص منع الحمل نشا قرص منع الحمل وبقالها 5 شهور الدوره ما جاتش تعمل لها سنور تكتشف انها حامل كنت تاخد قرص منع الحمل تمام؟ خدت خلاص كانت اكسبايرز كانت بتاخد خلاص غلط كان اي بلد ازرق فحكايه السونار مش السونار ده في ناس مش موجوده تمام؟ في ناس مش عايشه معانا في الدنيا اصلا يعني طب بص يا ولاد شباب ركزوا معايا اللي انتوا هتشوفوه حاجه واللي انتوا هتشوفوه يا جماعه في الميديكال براكتس حاجه ثانيه خالص تمام؟ فيتاس كومبريسوس وفيتاس كومبريسوس ركز مع بعض عيل فيهم يا دكتور في اول الحمل عيل فيهم في اول الحمل مات اخوه الثاني فضل يكبر ويتضخم ويستمر وهو بيكبر دكتوره قاعد عمال يضغط لك على عيل الثاني دوت فعمل كومبريشن ليه فسميناه فيتاس كومبريسوس ممكن من شده الكومبريشن في بعض الاحيان العيل الضغط يكون عامل زي ورقه الجردي فبيسموه فيتاس يا ولاد فابريشيوس يبقى رقم 2 و3 بيتحفظوا مع بعض العيل لو مات قدام في الحمل او لو مات بدري طيب رقم 4 يا دكتور ديسكوردنت توينز بتسال في الشفوي يعني ايه يا ابني معنى كلمه ديسكوردنت توينز يعني في فرق في وزن العيلين اكتر من 20% ما اصل بص يا جماعه الطبيعي ان انا لما اجي اوزن العيل الاولاني على سبيل المثال لو لقيته 900 جرام ممكن الاقي العيل الثاني 920 ده مقبوله انما لا عيل 900 جرام والتاني 250 جرام في فرق جامد جدا في الوزن في المناسبه ده احد الانديكيشن للسيزيريان سيكشن تمام يبقى سيادتك معنى كلمه السيوردن تنسى دكتوره ان العيلين وزنهم مش واحد في فرق في الوزن بينهم مش واحد طيب اكثر من 20% تمام فرق الويت بين العيلين اكثر من 20% في حاجه بقى اسمها فيتاس انفيتو وحاجه اسمها بارازيتك توينز يعني ايه بارازيتك توينز يا ولاد وادخلوا عند انت تشوف الصور لا عيل بالمنظر ده تمام ركز معايا
وطالع من بطنه رجل او ايد عالي. ده بنسميها في تصنيفين، كان عيل وجوع عيل ثاني بنسميه برازيت هيدمان. في تصنيفين دول عيل يا جماعه الكلام ده ازاي في كتاب دكتور الباكي في تصنيفين يبقى اكتبوها رايت. لا هو مكتوب بس ايه عناوين بس، انت سيادتك لو كتر الف خلاف لو عرفت لي عنوان تمام. في حاجه ثانيه غير في تصنيفين او البرازيتيك توينز يا اولاد؟ لا في بارازيتك توينز وفي فيتاسن فيتو. بارازيتك توينز والمنظر ده يا ولاد البارازيتك توينز ان سيادتك تلاقي عيل بالمنظر ده كده وطالع من بطنه او طالع من كتفه او طالع من ظهره طالع من اي حته في جسمه في طلبات تاني، يعني تلاقي بطنه على سبيل المثال طالع منها رجلين. فهمتوا الكلام ماشي ازاي؟ تمام. ده اللي بنسميها بارازيتك توينز. طب فيتاسن فيتو يا شباب، فيتاسن فيتو انت سيادتك بتعرف الاسم كتر الف خيرك. فيتاسن فيتو ان سيادتي كدكتوره تيجي تلاقي عيل كده والسبب لا يعلم الا الله، تلاقي جوا عيل تاني عيل جوا عيل اخر حاله كيس ريبورت. في طبعا الكلام ده كيس ريبورت، اخر حاله كيس ريبورت في تصنيفيته يا جماعه كانت 2004 الحاله من بلد تمام. تمام طب بلد. المهم الكلام ده سيادتك تعرفه اسما فقط لا غير، عايز تعرفه تعرفه، مش عايز تعرفه مش هيفرق قوي بالنسبه لك. مسميات دي اتفقناك عرفت دي اول اربعه. الحاجة الخامسة يا دكتور بارازيتك توينز اهو كورن تانجمنت سينج فيتا دمايس فيتا سمبرس بريشس ديسكوردنت. اخر حاجه سيادتك تعرفها تتوكل على الله، ودي اللي سيادتك بتسال فيها بقى فعليا، حاجه اسمها توين تو توين ترانسفيوجن سندروم. تبدا بقى هامه جدا شكله نعرفها نتوكل على الله. دكتوره لو انا عندي البلاسنتا بالمنظر ده كده مركز معايا يا دكتور؟ لا اللي جنبك مش هتعرف ركز معايا. ادي بلاسنتا واحده امنيوتك كافيتي امنيوتك كافيتي، وده عيل يا ولاد اهو بالامريكان كورد بتاعه، وادي العيل الثاني بالامريكان كورد بتاعه. قلت لكم قبل كده لو انا كان عندي مونوكرونيك مونو امنيوتك مشكله الاثنين امريكان كورد يلفوا حوالين بعض. طب لو انا عندي المنظر ده برضه لسه ما زالت عندي كارثه يا ولاد. ايه الكارثه؟ ان يا عم محمد ركز معايا لو سمحت. البلاد فيسل بتاعه العيل ده في بعض الاحيان ما هم شير كومن بلاسنتا تفضل ماشيه 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 لحد ما تعمل اناستموزس وتجيها. عارفين يا اولاد لو كان الاناستموزس بين ارتري وارتري عادي مش فارقه لان هم الاثنين نفس البريشر. عارفين يا جماعه لو كان الاناستموزس بين فين وفين برضه عادي. الكارثه بتحصل امتى يا اولاد؟ لو انا كان عندي ارتريو فينوس اناستموزس، يعني انا عندي ارتري من العيل ده عامل اناستموزس مع فين من العيل ده، يوم البريشر للعيل اللي هنا يا ولاد يخلي العيل ده يبعت دمه لفوق يبعت دمه لفوق بالمنظر ده كده، ونلاقي ان العيل ده اسمه دونر توين لان العيل ده هو اللي بيدي يا جماعه دمه لفوق، والعيل ده اللي بيستقبل الدم اسمه ريسيبيانت توين. طب ركز بقى معايا على مستوى العيل الدونر يا ولاد، الدم بتاعه ده ارتر البريشر فيه اعلى عمال يبعته لاخوه ولا لا؟ يبقى كميه الدم اللي في العيل ده هتزيد ولا هتقل؟ يبدا يحصل هايبوفوليميا على مستوى العيل ده، وطالما الدم قليل يبقى الاكسجين قليل والنيوتريشن قليله، يبقى الكلوس بتاع العيل ده اخباره ايه؟ ها؟ رد عليا يا دكتوره. الكلوس بتاع العيل ده اخباره ايه؟ العمليه بعد دمه لاخوه كلوس كويس ولا تعبان؟ انترا يوتراين كلوس ريستريكشن. ولما العيل ده يكون عنده هايبوفوليميا يا ولاد الرينال بلاد فلو بتاع العيل ده كتير ولا قليل؟ ردوا عليا ردوا عليا قليل. يبقى اليورين اوت بوت قليل قليل، يبقى الميه حول العيل قليل، يبقى العيل ده يكون عنده اوليجي هيدرانوس لحد ما العيل ده يوصل لمرحله انه يموت من الانيميك هارت فيلير، وكل الدم بتاعه عمال يبعته لاخوه، كل الدم بتاعه عمال يبعته لاخوه. على الوجه الاخر يا دكتور العيل ده كميه الدم اللي جايه له كميه كبيره ولا كميه قليله؟ كبيره. فيبدا يحصل عنده هايبر بوليميا هايبر تنشن تمام؟ الرينال بلاد فلو عنده يزيد ولا يقل؟ يزيد. والميه حول العيل؟ بولي هيدرانوس. ها؟ زيد بولي هيدرانوس. العيل ده يحصل له يا ولاد؟ بولي هيدرانوس لحد ما يحصل له فوليوم اوفر لود ويموت من كونجستيف هارت فيلير. فاهم انت الكلام ماشي ازاي؟ يعني العيلين هيتعوروا هيتعوروا، العيلين هيبوظوا هيبوظوا تمام؟ بس مين اول واحد هيبدا يموت معايا يا اولاد؟ العيل ده. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ علشان كده يا شباب لو لقيت عندي حاله توين تو توين ترانسفيوجن سندروم العيل ده بيترانسفيوز الدم بتاعه لاخوه تمام؟ ده هيموت من الانيميا وده هيموت من الهايبر فوليميا تمام؟ العيل ده يا جماعه بقول له لو سمحت انا عايز اعمل لهم ده حاجه اسمها فيتال ثيرابي. هتعمل ايه يا دكتور؟ بعمل ليزر ابليشن، بدخل عن طريق الليزر يا اولاد وادمر الكوميونيكيشن الموجود بينهم.
الكلام ده بيتعمل في مصر في وحده الفيتال سار في عين شمس. تمام الكلام ماشي ازاي؟ بندخل عن طريق الليزر يا اولاد بالفيتوسكوب. تمام فيتوسكوب ده عباره عن حاجه كده عامله زي القلم يا اولاد، تروح جايه داخله من بطن الام، تروح جايه داخله في اليوترس. وانس انها دخلت عند اليوترس يا شباب تروح جايه جوه عند البلاسنتا هنا، وتروح جايه عامله ابليشن هنا وابليشن هنا، يعني تروح جايه مدمره الانسنوس اللي بينهم هنا. لو انا ما عملتش كده ده مات وده مات. حد قال لك مش هعمل فنت فنت ترانسفيوجن سندروم؟ ميعادنا بكره 8:01. تمام؟ طب في ان شاء الله لو في حد مش فاهم حاجه